ده كده طبيعي. طيب النيوروكوتينيوس ديزيزز، بس احب اعرف هو في عدد كبير فوت المشي للاسف. طيب النيوروكوتينيوس ديزيزز هو نفس الترم بتاع الفاكوماتوزس، يعني لو حاولتوا تخشوا تسيرش على الموضوع هيبقى الاسمين شغالين وهيدوك نفس السيرش ريزلتس. والفاكوماتوزس دي يعني كلاتن وورد فاكو بتعني بيرث مارك، وكل هذه المجموعه من الديزيزز بتشترك في انها كلها نتيجه ديسبليزياز وساعات بتقلب بنيوبليزياز للستراكشرز اللي درايفد من الاكتوديرم. وبالتالي عشان هو من الاكتوديرم اشهر حاجتين بيطلعوا من الاكتوديرم هو السي ان اس والسكن، فكلهم بيتميزوا بان ليهم سكن مانيفستيشنز وليهم سي ان اس ساينز. هذه المجموعه من الديزيزز تقريبا كلها فاميليار، و ثلاثة احنا هما لو انت دخلت هتلاقي ان في كتير قوي، في بتاع 12 15 واحد، لكن في اربعة هما الاشهر، مع ان هما الاشهر الى ان في مجموعات منهم بتبقى فيري رير. يعني اكتر واحد كومن هو نيوروفايبروماتوزس تايب 1، ده بيحصل في واحد لكل 4 ل 5000، لكن في حاجات بتحصل لكل 50 وال 150 والكده. فاحنا مش هنقعد نتكلم على كل الفاكوماتوزس، احنا هنتكلم على اشهر اربعة. اشهر اربعة هما نيوروفايبروماتوزس والتيوبروس سكليروزس والستيرج ويبر والفون هيبل لينداو ديزيز. طبعا الاشهر على الاطلاق هو نيوروفايبروماتوزس. ونيوروفايبروماتوزس الباترن اوف انهيرتنس بتاعته ان هو اوتوزومال دوميننت، وكلمه اوتوزومال دوميننت اول ما تسمعها تعرف ان الديزيز ده البريفالنس بتاعه في الميلز والفيميلز ايكوال. اوكي، طبعا عشان دوميننت فده بيعني ان هو بينتقل بصوره شديده، ومع انه هو دوميننت بينتقل بصوره واضحه جدا الا ان كمان 50% اوف ذا كيسز بيحصل من غير فاميلي هيستوري بجين ميوتيشن. النيوروفايبروماتوزس هو انتيتي كبيره تحتها اثنين انتيتيز مختلفين عن بعض تماما. واحده اسمها نيوروفايبروماتوزس 1 اللي هي الفون ريكلينج هاوزنج ديزيز، والتايب 2 او الان فايبروماتوزس تايب 2 اللي بيسموها البايلاترال اكوستيك نيوروفايبروما. كنا بنقعد نتلخبط ايه هي التايب 1 بيشتهر بايه وايه هو تايب 2 بيشتهر بايه. افتكر على نيوروفايبروماتوزس تايب 2 هو التايب الاسهل، ان هو ده اللي مشهور بالبايلاتر اكوستيك نيوروما، وهنعرف ان الاسم ده شويه فيه عدم دقه. باي فار طبعا التايب 1 هو الاشهر، والكروموزوم بتاعه على الكروموزوم 17 الصفه بتاعته اللي بتنتقل، طبعا ده من 1 ل 50 ألف از ماتش مور ليس كومن. عشان هو مشهور تايب 2 بالبايلاترال اكوستيك نيروما فطبيعي ان الولاد دول بيتولدوا بديفنس. هتكلم عن نيوروفايبروماتوزس تايب 2 بصوره ابسط الاول. انا عايز الجامب القصه دي. اي عيان هنلاقي عنده في الام ار اتش تي بتاعه بايلاترال اكوستيك نيوروما اتيز دايجنوز نيوروفايبروماتوزس تايب 2 على طول من غير ما يبقى عندي اي فاميلي هيستوري او جينيتك كونسلنج. لكن هناخد بعد كده الميجور ديفرنس بيننا عشان نحفظ الساينز بتاعتهم. النيوروفايبروماتوزس تايب 1 اللي هو الفون ريكلينج هاوزنج ديزيز ده بيأفكت السي ان اس كومبوننتس نفسها، يعني السنترال نيرفس سيستم، بمعنى ان هو بيأفكت الاستروسايتس والجلايال سيلز والنيرف فايبرز والبريفيرال نيرفز. هو ده السنترال والبريفيرال نيرفس سيستم، عباره عن البرين والكرينيال نيرفز والبريفيرال نيرفز. ده هو التايب 1 النيوروفايبروماتوز. تايب 2 بيأفكت السي ان اس كفرنجز، بمعنى ان هو ما بيطلعش من البرين تيشو لكن بيطلع من المينينجيس اللي حواليه، ما بيطلعش من الكرينيال نيرفز لكن بيطلع من الشيثز اللي حواليهم، ما بيطلعش من البريفيرال نيرفز لكن بيطلع من المايلين شيثز. وبالتالي الافكشن في النيوروفايبروماتوزس اللي هو كانوا بيقولوا لنا ان هي الكاركترستيك از بايلاترال اكوستيك نيوروما، ات از نوت ا نيوروما، ات از بايلاترال اكوستيك شوانوما. يعني مش اول ما الاقي عيان عنده بايلاترال تيومرز في السيربيلو بونتاين انجلز وداخلين على الانترنال اليوتري كانال انا اعرف ان دي على طول از شوانوما از نوت ا نيوروما. اوكي، واضح بدماغنا الفرق ان احنا عندنا زي ما قلنا قبل كده في المحاضرات
في المحاضرات اللي حضرتها معاكم ان السيلز اللي بتكون الكورتكس في البرين هي الاستروسايتس، والاستروسايتس دي بيطلع منها نير فايبرز، والنير فايبرز دي حواليها المايلين شيث اللي بتخلي في حاجه اسمها وايت ماتر، وبعد كده الكلام ده بينزل على السباينال كورد وبيطلع منه البريفيرال نيرفز. فعشان يطلع التيومر من المايلين شيث اللي حوالين النيرف يبقى دي ذيس شوانوما، لكن لو طلع من النيرف فايبر نفسه اللي ماشي جوه المايلين شيث ذيس از ا نيوروفايبروما. يبقى اول حاجه عرفناها ان النيوروفايبروماتوزيس تايب 2 اللي هو الماتش ليس كومن از افكتنج الكفرنجز بتاعت النيرف سيستم سواء المننجيس او المايلين شيثز، وان انا لو لقيت عند اي واحد بايلاترال اكوستيك شوانوما يبقى ده از كاركترستيك للديزيز. لكن لو واحد لقيت عنده يونيلاترال اكوستيك شوانوما بس لقيت عنده اذر نيرف كفرنج تيومرز زي مننجيوما او شوانوما في اي حته ثانيه في السباين في الانترفيرتبرا في الانترفيرتبرا الفورامين يبقى ذيس از دايجنوستيك للديزيز. طبعا لو في حد ما عنده فاميلي هيستوري ولقيت واحده اكوستيك شوانوما يبقى ذيس از دايجنوستيك للديزيز، لان يبقى عندي اثنين ساينز. ممكن الثانيه تكون صغيره او هتديفلوب ليتر، لكن انا في الاخر خالص طالما عندي 1 ساين اللي هو الفاميلي هيستوري which is a source sign لان ده اوتوزومال دوميننت، وعندي ايفن يونيلاترال هقدر اشخص الديزيز. النيوروفايبروماتوزيس تايب 2 بقى is more extensive disease و actually هو low skin manifestations و CNS manifestations و low affections في البون وفي الـ في الاي. عشان اشخص نيوروفايبروماتوزيس I should have two or more من الساينز اللي احنا هنحكي عليهم دول. اشهر ساين اللي كلنا اكيد سمعنا عليها الكافيولي باتشز اللي بتطلع في السكين، والكافيولي باتشز عشان نبقى شايفين هو ده شكلها بالظبط، بتبقى ويل سيركمسكرايبد وهايبر بيجمنتد براونش وليها الريجولار اوتلاين. وطبعا عشان اشخص كافيولي باتشز ما ينفعش الواحد يبقى عنده واحده بس، اتليست يبقى عنده سته او اكتر، ودول بيبقوا صغيرين في الطفل الصغير وبيكبروا مع السن. ده منظر الكافيولي باتشز اللي احنا بنقول عليها في العينين بتاعه النيوروفايبروماتوزيس تايب 1، ان العيان يبقى عنده اثنين او اكتر نيوروفايبروما اوف ذا بلكسي فورم تايب. حد يعرف يقول لي يعني ايه بلكسي فورم نيوروفايبروما؟ بتبقى هو عشان نبقى عارفين النيوروفايبروما احنا قلنا انها تطلع من النيرف فايبر او الاكسون. البلكسي فورم نيوروفايبروما بتطلع من البريفيرال نيرفز، يعني بلاقيها دايما في السكين والسبكتينيوس تيسوس. فعشان احنا نبقى متخيلين ان النيورال تيشو عباره عن البرين الكرينيال نيرفز، والكرينيال نيرفز لو تفتكروا انا قلت لكم في واحد فيهم مختلف عن بقيه الكرينيال نيرفز. حد فاكر هذه المعلومه؟ مين الوحيد اللي مختلف عنهم؟ الاوبتيك نيرف. قلنا ان ده عباره عن برين تيشو، اتس ا سنترال نيرف سيستم تراك، يعني هو خارج، عشان كده الاوبتيك نيرف بيطلع منه جلايوما، بقيه النيرفات بيطلع منها نيوروفايبروما او نيوروما. خلاص؟ فاحنا عندنا الكومبوننتس بتاعت النيرف سيستم هي البرين تيشو وانكلودنج الاوبتيك نيرف، النيرف فايبرز اللي هم بينكلود الكرينيال نيرفز او النيرفات اللي بتوصل لحد الانتيرو هورن سيلز في السباينال كورد. بعد ما بيخرج النيرفات من السباينال كورد بيتفرعوا في الاخر خالص لترمينال نيرف اندنجز. هذه النيرف اندنجز اللي موجوده في السكين والسبكتينيوس تيشو هي دي اللي بيطلع منها البلكسي فورم نيوروفايبروما. فتاني سكين مانيفستيشن هنشوفها في العينين دول غير الكافيولي باتشز ان يكون عندهم نيوروفايبروماتا، والنيوروفايبروماتا بيبقى شكلهم عامل كده فيري ديسفيجرنج، بيبقى نوديولز وبالبي ماسز بيرميتيف وانفلتريتيف موجوده في السكين والسبكتينيوس تيشوز، وده منظر اخر لعيانين اللي عندهم نيوروفايبروماتوزيس. عشان اشخص ان العيان عنده لازم عندي اتليست اثنين او اكتر مع ساين. يبقى من ضمن احنا عايزين قلنا نلاقي تو اور مور ساينز، اول حاجه منهم الكافيولي باتشز، تاني حاجه ان العيان يكون عنده تو اور مور نيوروفايبروما بلكسي فورم نيوروفايبروما. الفليكرنج اللي في الفريكلنج اللي في الاكزيلا دي بقى ليس كومن ساينز، ان انا الاقي عند العيان اتليست واحده ومكانها كاركترستيك في الاكزيلا وبتبقى شكلها بالمنظر ده، وده انذر
شكل لل it is برضو هايبر بيجمنتد ارياز والكومن سايد ديستريبيوشن بتاعها بتاع الاكزيلا. رابع ساين الاوبتيك جلايوما. خلاص هنبدا كده نخش على سي ان اس مانيفيستاشنز. والاوبتيك جلايوما ات كود بي يونيلاترال اور باي لاترال. والاوبتيك جلايوما زي ما قلنا في المحاضره قبل كده انها كان اكستند الونج الاوبتيك نيرف ريترو اوكيلر، كان افكت الاوبتيك كيازم، وممكن تاكستند من الاوبتيك كيازم على على الاوبتيك تراكتس. خلاص وحد يقول لي ايه هما الاوبتيك تراكتس، يعني ايه فكره الاوبتيك تراكتس عن الاوبتيك نيرفز، ايه اختلافهم؟ يعني احنا كان عندنا اتنين اوبتيك نيرفز دخلوا على الاوبتيك كيازم وخرجوا اوبتيك تراكتس، ايه اللي حصل؟ الديكاستيشن حصل للميديال فايبرز من الناحيتين، يعني التمبورال لوب فايبرز من الناحيتين. ده منظر البايلاترال اوبتيك جلايوما. اوكي تاني حاجه ودي نوع برضو من من الهامرتوما اللي بتحصل في الايرس بتاعه العين اللي بيسموها الليشنوديولز، وده المنظر بتاعها ان انا بلاقي ارياز اوف هايبر بيجمنتيشن موجوده جوه الايرس، وده الشكل بتاع الليشنوديولز او ان انا يبقى العيان عنده فيرست ديجري ريلاتيف اوف نيوروفايبروماتوزيس. يعني لو اي عيان عنده تو اور مور كرايتيريا من السته اللي احنا قلنا عليهم، هيرستري اوف فيرست ديجري ريلاتيف عنده نيوروفايبروماتوزيس، سته اور مور كافيولي باتشز، اوبتيك جلايوما، الليش نوديولز اللي في الايرس، الاكزيلاري فريكلز، البلكسي فورم نيوروفايبروما اثنين او اكتر، يبقى انا هقدر اشخص العيان ده نيوروفايبروماتوزيس. احنا عايزين نطلع من المحاضره دي فاكرين بس الجدول ده. خلاص لو احنا افتكرنا الجدول ده احنا مش هنحتاج نذاكر حاجه ثانيه. زي ما قلنا نيوروفايبروماتوزيس تايب 1 اللي هي الماتش مور كومن، خلاص از اللي هي الكولد الفون ريكلينج هاوزنج ديزيز، دي از كاركترايزد باي تيومرز ارايزنج فروم كومبوننتس اوف ذا سي ان اس اللي هي الاستروسايتس والنيورونز. التيومرز اللي بتحصل في البرين اللي هي الاوبتيك جلايوما والاستروسايتوما ونيوروفايبروما وبره بلكسي فورم نيوروفايبروما، وسيبوني على الانتيتي الاخيره دي اللي هي الان ايدنتيفايد نيوروفايبروماتوزيس اوبجكتس، هتكلم عليكم معاها شويه لان في ناس شويه مش اور بيها. سباينال تيومرز هيطلع منها نيوروفايبروما وممكن يطلع انتراميدالري استروسايتوما. هذه المجموعه او هذا الجروب من الديزيز زي ما شفنا از كاركترايزد ان السكين ليجنز فيه والسي ان اس ديسبليزياز والبون ديسبليزياز ار كومن، وهنشوف اشكالهم. عكس نيوروفايبروماتوزيس تايب 2 اللي هو الاسم الاخر ليه البايلاترال اكوستيك، وبدل ما هنقول نيوروما هنقول شوانوما، وده از ماتش ليس كومن، وتيومرز بتارايز من الكفرنجز اللي هي المننجيس والشوان سيلز، وبالتالي التيومرز هتبقى شوانوما وفي او مننجيوما او ايبندايموما، والسباينال تيومرز هتبقى شوانوما ومننجيوما وايبندايموما، والسكين ليجنز وسي ان اس ديسبليزيا والبون ديسبليزياز ار رير. اوكي هرجع للسلايد دي تاني بس هبدا ابص تاني على حكايه البلكسي فورم نيوروفايبروماتوزيس، وهنبص على الصور ليها. البلكسي فورم نيوروفايبروماتوزيس قلنا انها هتطلع من البريفيرال نيرف اندينجز، وبالتالي بلاقيها دايما في السكين في السبكتينيوس تيشوز في الميزنكايمال تيشوز، والميزنكايمال تيشوز دي انكلودنج الميزوديرمال تيشوز اللي موجوده جوه اي اورجن سواء جوه الابدومن او جوه الاوربت. طبعا الاوربت از اكستريملي كومنلي تو بي افكتد، و لو انتوا تفتكروا ايه البوني مانيفيستاشنز اوف نيوروفايبروماتوزيس؟ انتوا خدتوا الجزء بتاع البون؟ ها؟ طب صباح الخير فين؟ ايه هي البوني ساينز اوف نيوروفايبروماتوزيس؟ سكوليوزيس. كويس. اه وايه تاني؟ هايل. ايه سببه؟ هايل. اهو ده نوع من السي ان اس ديسبليزياز، يعني نوع من السي ان اس ديسبليزياز اللي بتحصل في النيوروفايبروماتوزس ان يحصل ديورال اكتيزيا، وبالتالي السي اس اف بيبقى كابيشيس، وبالتالي بيعمل باللونج تيرم بالسيشنز بتاعت السي اس اف بيعمل سكالوبنج للبوستيريور فيرتيبرال بوديز. ايه تاني بوني تشينجز؟ دي مهمه جدا على فكره. از ا فيري كومن كويستشن يعني. التابرنج للونج بونز والسودو ارثروزس. الحاجة التانية اللي فيري كومن المشهورة اللي هي بتنزل دايما كتير قوي تلاقيها شورت كيس تتحط كده عشان تقولها على طول، واللي هي اكشلي موجودة في الكتاب كمان
البير اوربت. حد عارف يعني ايه بير اوربت؟ اللي هو تبص على عين بتلاقي عاده فيها البيتراس بونز باينين، والجريتر والجريتر وينج اوف السفينويد هو اللي عامل بوستر ولاترال اسبكت بتاعت الاوربت. في العينين بتوع نيوروفايبروماتوزس كتير بيحصل ان بيحصل يبقى ديفكتيف الجريتر وينج اوف السفينويد، وبالتالي الاوربت من ورا تبقى مفتوحه وكبيره، بيسموها بير اوربت، كانها كبيره واسعه وما لهاش بوني وول من بره. ونتيجه البير اوربت دي لما الجريتر وينج اوف السفينويد هو اللي عامل بوستر ولاترال لوب بتاعت الاوربت، وهو اللي فاصل الاوربت عن التمبرال لوب، وبالتالي التمبرال لوب عاده بيهرنييت او بيبلج جوه الاوربيتال كافيتي. وبالتالي لما يحصل it is very common للبلكسيفورم نيوروفايبروماتوزس انها تحصل جوه الاوربيتال كافيتي، وبالتالي بتبقى اسوشيتد مع البير اوربت. شايفين يا جماعه الجريتر وينج اوف السفينويد اللي هنا ده؟ ده از ديفيشنت هنا، وعشان كده الاوربت دي تلاقيها اكسباندد ونيوروفايبروما عامله بروبتوزس، والتمبرال لوب ده از ريداندنت عن الناحيه الثانيه. خلاص؟ فده من ضمن الاسوشيشن، هو كومن اسوشيشن بس مش لازم كل عيان عنده بير اوربت يكون معاه اوربيتال بلكسيفورم نيوروفايبروماتوزس. طبعا البلكسيفورم نيوروفايبروماتوزس كتير قوي لما هاجي لكم حالات او بتشوفوا حالات نيوروفايبروماتوزس بتبقى كتير قوي الافكشن فيها في السكالب، وبتلاقي عباره عن سكالب ثيكنينج، بيبقى فيه ماسز هايبو في التي 1 وهايبر في التي 2، بس فيري كومن في التي 2 انك تلاقي فيها شيتس اوف لو سيجنال انتنسيتي، وده از فيري كاركترستيك لان يبقى فيها هاي فايبرس كونتنت في الماتريكس بتاعها. اول ما بتحن العين كونتراست بتاخد انتنس انهانسمنت. التيومرز دي ار لوكالي اجريسيف، يعني بتبقى انفلتراتيف تيومرز لانها ماشيه على نيرف اندنجز في السبكتينيوس تيشو، بس ار نوت مالجنانت وبتستسايز، يعني هي لوكالي اجريسيف في مكانها بس ما بتبعتش سكندري ميتاسيس. ايه بقى الايدنتيفايد نيوروفايبروماتوزس اوبجكتس؟ ده تيرم احب ان احنا نطلع من المحاضره دي فاكرينه، لان في ناس كتير قوي مش مركزه فيه. العينين بنيوفايبروماتوزس تايب 1 اللي احنا بنتكلم عليها بيبقى دايما عندهم واتس كولد هامارتوما، يعني بتلاقي في البرين بتاعهم في مالتيبل كورتيكال اند وايت ماتر فوساي اوف ابنورمال سيجنال انتنسيتي. الابنورمال سيجنال انتنسيتي دي عباره عن ايه؟ ان هو عاده بنشوفهم قوي في التي 2 والفلير ان هم هايبر انتنس. وجدوا ان هذه الفوسايل اوف ابنورمال سيجنال دي نتيجه ان بيحصل نوع، طبعا الباثولوجي بتاعهم از ديفرنت وناس كتير قوي كتبت ان ممكن سببه حاجات كتيره، بس اقرب حاجه اتفق عليها الناس ان هي نوع من الهامارتوماتا موجوده في البرين. اهم حاجه في الـ في الـ في الـ في الـ في الهامارتوماتا دي ان هم كاركترستيكالي السيجنال بتاعتهم بتبقى ايزو انتنسيف تي 1 وما بياخدوش انهانسمنت، وفي تي 2 زي اي ليجن في البرين نون سبيسيفيك بيبقوا هايبر انتنس. ايه اهميتهم؟ اهميتهم ان ذيس ليجنز ار لايبل ان هم يقلبوا بلو جريد استروسايتوما. كل عينين نيوروفايبروماتوزس تايب 1 اول ما بيتشخصوا بيتحطوا على سكريننج بروجرام، ان هو لازم كل سنه او سنتين حسب سنه يتعمل له ام ار اي. اول ما هذه الليجنز تبقى هايبو انتنس في تي 1 او تاخد اي باترن اوف انهانسمنت، ذيس از ان ايرلي ساين ان دول بداوا يقلبوا لو جريد استروسايتوما. يعني طول ما هم مش مانيفستنج باي حاجه، طبعا لو هم كورتيكال هيجيبوا للعيان ايبيليبسي، لكن لو هم اذروايز وايت ماتر في سايلنت ارياز ممكن جدا يباس ان نوتس. لكن هؤلاء العيانين لازم ابقى فاكر حاجه واحده قوي، ان المنظر بتاعهم زي اي ليجن في تي 2 از هايبر، بس هم ار اولويز ايزو. وانس زي جيت هايبو في تي 1، وانس زي جيت هايبو في تي 1 ذيس از ا ساين ان هم بداوا يقلبوا لو جريد جلايوما او استروسايتوما. هذه الليجنز من الاماكن اللي مشهوره انها تيجي فيها هي الجلوبس باليدس، والجلوبس باليدس دي اللي هي اني جزء في البرين؟ في اني حته في البيزل جانجليا؟ هو الجزء الجواني من اللينتيفورم نيوكليس هو ده اسمه الجلوبس باليدس. كومن سايت للافكشن هو انها تاخد دي. واكسبشنالي في الجلوبس باليدس هذه الليجنز بتبقى هايبر انتنس في تي 1، يعني هي في كل الحتت بتبقى ايزو وبقلق لما تبقى هايبو في تي 1، لكن في الجلوبس باليدس they get هايبر انتنس في تي 1. ده المنظر اهو، ده المنظر بتاع الهامارتوماتا بتاعت النيوروفايبروماتوزس. في التي 2 عادي ان هم يبقوا هايبر انتنس، بس في التي 1 انا بلاقيهم هنا ار هايبر انتنس. في اذر ارياز في البرين لو تشوفوا هتلاقوا ان هم
ده انا لما الاقي طبعا الليجن ده عادي ان انا الاقيه هنا هايبر، لكن لما الاقيه هنا هايبو في الـ T1 this is a sign ان العيان ده بدا يخش في اللو جريد استروسايتوما. This is another example للليجنز. ده طبيعي ان الاقيه هايبر في الـ T2 والفلير، بس وانس شايف ده على الناحيه دي it is more or less iso intense، لكن واحد منهم على الناحيه اليمين بدا يبقى هايبو انتنس. السي ان اس ديسبليزز اللي بتحصل في العينين دول زميلنا قال اشهر حاجه الديورال اكتيزيا وبتعمل فيرتبرال سكالبنج. من ضمن الديورال اكتيزيا في النيوروفيبتوس تايب 1 ساعات انها بتبقى وايدنج للديورا او للسي اس اف سبيسز عند مكان الانترنال يوتري ميتس لدرجه انها ممكن توسع الانترنال يوتري ميتس. افرقه ازاي من ان دي مش اكوستيك شوانوما ان انا لا عندي ماس ولا عندي انهانسمنت في البوست كونتراست؟ يبقى انا مش كل وسعان للانترنال يوتري ميتس في السي تي يساوي ان انا عندي هنا تيومر. في حالات التايب 1 ممكن ان هما يبقوا وايدند من غير ما ان يبقى فيه شوانوما او نيروما. ساعات بتعمل اكويدكتال ستينوزس، والاكويدكتال ستينوزس لما العينين دول بيبقى عندهم برين ستيم جليوما بيبقى ده سكندري، لكن ساعات بتبقى برايمري كونجنتال والعين بيجي له سوبرا تنتوريال هيدروكيفلس. البوف ثالموس او الكونجنتال جلوكوما از another sign ساعات بتحصل في العيانين نتيجة ان يحصل neurofibromatosis اوكي بت involve الكورويد او السيلياري بودي. ده منظر السباينال neurofibromatosis ان انا عندي تيومر جوه السباينال كانال خارج مع النيرف فايبرز وخرج من الفورامينا وعمل ماس وايدنينج في البوستيريور ميديستاينم، وده ممكن المنظر اللي انا اشوفه في الاكس راي ان انا الاقي بارا سباينال ماس، ولو عملت طبعا لاترال بلاقيها سوبر امبوزد على السباين وده بيعني ان ده بوستيريور ميديستاينال تيومر. والكومنست بوستيريور ميديستاينال تيومرز جنرالي في الاعلى في اول حاجه في الديفرنشال دايجنوزس ار النيوروجينيك تيومرز. This is another type ان انا يبقى عندي انترا سباينال نيورو فايبروما انترا ديورال انهانسنج ليجنز. دي من ضمن الديسبليزياز اللي بنشوفها ان انا يبقى عندي ديورال اكتيزيا عامله بوستيرير سكالوبينج، يبقى عندي نيورو فايبروما بارافيرتبرال وطبعا السكوليوزس. حد له سؤال في اللي احنا قلناه؟ خلاص؟ يبقى احنا ايه الكاركترستيك ساينز اللي هنشخص بيها نيورو فايبروماتوزس 2 دكتوره؟ تو بايلاترا اكوستيك شوانوما. كان نفسي تغلطي الغلطه دي. خلاص يبقى هو ده اسم متعارف عليه، هتلاقوا كل الكتب او كتير قوي بيكتبوا بايلاترا اكوستيك نيروما، بس هو لو انت كتبت كده ده الاصح. خلاص ولو انا لقيت يونيلاترال ولقيت ايه اشخص؟ فاميلي هيستوري شوانوما في اي حته ثانيه منينجيوما معاه. طبعا لما بنلاقي عند عيان مالتيبل منينجيوماتا بنبدا نشك ان يكون عنده نيوروفيبروس تايب 2، بنبص بسرعه على الانترنال يوتري ميتس. مش كل عيان عنده مالتيبل منينجيوماتا يبقى هو نيوروفيبروس تايب 2، لازم يكومباين ساينز. يعني بايلاترال شوانوما بتشخص لكن مالتيبل منينجيوما ما تشخصش. اوكي؟ فيبقى لو انا عندي فاميلي هيستوري ويونيلاترال اكوستيك يبقى لازم في اكوستيك انفولفمنت عشان اشخص النيوروفايبروماتوزس. النيوروفايبروماتوزس تايب 1 بيختلف ان هو بيطلع من النيرفس سيستم نفسه، وبالتالي هيطلع فيه التيومرز بتاعته جليوما وهتطلع منه استروسايتوما، ومن ضمن السبيكترم بتاع الجليوما والاستروسايتوما هيحصل الهامرتوما لان في ابنورمال فورميشن وبيبقى لايبل بعد كده ان هو يقلب. وايه الساين اللي هتخليني اعرف ان هو قلب؟ انه بقى هايبو في تي 1 عاده بيبقى ايزو الا في حته واحده بس بيبقى هايبر اللي هي في الجلوبس باليدس. بيطلع تاني غير انه بيطلع من النيرفس سيستم، بيطلع من البرين، بيطلع الاستروسايتوما والجليوما، بيطلع الاوبتيك نيرف جليوما ممكن تافكت البرين ستيم، بعد كده بيطلع على الكرينيال نيرفز، بيطلع بعد كده ممكن يحصل نيورو فايبروما او في البريفيرال نيرف اندنجز يحصل بلكسي فورم نيورو فايبروماتوزس. وقلنا انها ديزيز اجريسيف لانها بتبقى في الفضاء يعني شغاله في الفات والسبكتينيوس، مفيش اي حاجه تعوق انها تنتشر على النيرف اندينز. خلي بالنا من حاجه ثانيه ان النيورو فايبروما ممكن جدا انها تكستند في اي دايركشن، يعني لو هي طالعه النيرف ممكن تكستند لحد ما توصل للسباين او توصل لحد البرين حيث السايت اوف اوريجن بتاعها. النيورو فايبروماتوزس مع انها اجريسيف قلنا
حاجتين، انها doesn't give metastasis، it is not a malignant tumor. الحاجة التانية ان هي بيبقى كاركترستيك في بعض الحالات ان انا الاقي لو سيجنال في T2 تلفت نظري، لما عيان الاقي عنده abnormal changes في برين ما انساش ابص على السكالب. It is a very common site to be involved في neurofibromatosis. طبعا النيوروفايبروماتوزس غير السبيكترم انها بتنفولف النيرفس سيستم نفسه، عرفنا حاجه اسمها الان ايدنتيفايد نيوروفايبروماتوزس اوبجكتس او الهامرتوما، عرفنا ان فيري كومن في العينين دول ان يحصل سي ان اس ديسبليزياز، قلنا منهم الديورال اكتيزيا، وقلنا منهم السكوليوزس، وقلنا منهم ايه تاني؟ البير اوربت. البير اوربت دي من البون ديسبليزياز، والسكين ليجنز شفنا منهم الكافيه اولي باتشز، وشفنا منهم الفريكلز اللي في الاكزيلا، ولقينا ان بيحصل معاهم كمان هامرتوما في الايرس. الساينز دي حفظناها. اتفضل. الهامرتوما تكون كل البيشنت عندهم هامرتوما؟ كل البيشنتس عندهم هامرتوما؟ لا مش كل البيشنتس، مش لازم كل عيان عنده نيوروفيبروماتوزس. يعني احنا قلنا عشان اشخص لازم يبقى عندي تو اور مور كرايتيريا، فتو اور مور كرايتيريا اي كرايتيريا. يعني لو واحد عنده كافي اولي وعنده بلكسي فورم نيوروفايبروما، ات از نيوروفايبروماتوزس تايب 1. اوكي، مش لازم يبقى كل السبيكترم عنده، بس الحقيقه ان كتير بقى بيبقى الانسيدنس بتاعهم عالي. يعني العيانين دول بيبقوا فيري لايبل ان يحصل لهم السنترال نيرف سيستم جلايوماس كلها، الاوبتيك نيرف جلايوماس كلها بتبقى فيري كومن في العيانين دي. اتفضلي. السكالب حضرتك في العينين دول كتير قوي، يعني للاسف ان في ناس كتير بتقع بيحبوا يحطوها في الامتحان الحاجات دي، ان هو يحط لك عيان عنده تشينجز جوه البرين، والسكالب لما هتبصي فيها انت المفروض بتشوفي السكالب. لو تشوفي صوره اي برين، هنبص على صور مثلا زي دي، خلاص حضرتك بتلاقي لازم تميزي ان هنا في سبكتينيوس فات، الابيض ده هو ده اللي انت بتشوفيه. لو لقيتي هذا السبكتينيوس فات في حته اسيمتريكالي ثيكند وفي ماس، والماس دي ساعات بتبقى هيتروجينس وفيها ارياز اوف لو سيجنال، ولو في فيلم بوست كونتراست هتلاقيها خدت انهانسمنت، تعرفي ان العين ده عنده في السياق ده لازم اشخص ان هو عنده ايه؟ بلكسي فورم نيوروفايبروما، لان انا عندي ليجن جوه البرين يساوي ان انا هشخص نيوروفايبروما، فلا اغفل ان في سكين انفولفمنت. الحاله دي انا حاططها لسبب. ايه المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده؟ مين ينبري يقول لنا فايندينجز في الحاله دي؟ انا عايز حضرتك اوصف لي، يعني انت شايف ايه الابنورمالتيز؟ عد لي كده. الجريتر وينج اوسفينويد هايبوبلاستيك كومبيرد للناحيه الثانيه، خلاص. طب هايل، يبقى انا بدات افكر ان العيان ده غالبا، على فكره ده ما بيحصلش في اي حاجه ثانيه غير النيوفيبروماتوزس، يعني ان اللي يحصل ابنورمال ديفلوبمنت الوان سايد جريتر وينج اوف السينويد، كويس. وبعدين عندي الاوربت هنا فيها ايه الديفايند انفلتراتيف ماس. ايه الديفايند انفلتراتيف ماس؟ بمعنى ان انا مش قادر اقول حدودها ولا هي فين، وسرحه ماليه كل الفات بتاع الاوربت وكريبنج عاده يعني في كتير من الاحيان العيان اللي هيجي له بلكسي فورم نيوروفايبروما في الاوربت بيبقى كتير قوي ان الليجن بدا في النيرف اندنجز اللي في الاي ليد وسحب على جوه الاوربت، دخل انترا واكسترا كونال وانكيسنج كل الاستراكشرز اللي جوه الاوربت، which is حاصل في الحاله دي. حضرتك ده الاي ليد والماس اهي في الاي ليد واكستندنج جوه الاوربت مالت الونج، ما هي النيرف السوبرا اوربيتال نيرف اللي بيطلع ده خارج برانش معدي من جوه الاوربيتال كافيتي، فبيمشي عليه اكستند سنتريبيتال ناحيه الايه؟ البرين. المنظر اكتر، ادي المنظر، ادي الماس اهي، وبعدين هبص ورا كده، ايه ده؟ ايه ده؟ افندم؟ ده كافيرنس ساينس، بس الكافيرنس ساينس هنا اتملى بماس. الماس دي عباره عن اكستنشن للبلكسي فورم نيوروفايبروما along الترايجيمينال نيرف اللي هو لو اوفثالميك ديفيجن اللي هو ادى السوبرا اوربيتال نيرف اللي هو ادى اللي كان السبب في ان يحصل ده. فالتيومر بيكستند along النيرف بتاعه خالص لحد ما اكستند فيري كومن في الاوربيتال انه اكستند ريترو اوربيتال ويوصل لحد كافيرنس ساينس. طب سؤال، عدى في ايه عشان يوصل هنا؟ لا، حد من الاوربت لجوه عن طريق ايه؟ الشيربنج اللي هو
هو انا ايه المحاضرات اللي اديتها لكم؟ لا ازاي؟ بس كده؟ لا بصوا يا جماعه، في برضو ايتم مهم قوي لازم تبقى واضحه في دماغنا، ان احنا عندنا الاوربيتال ايبكس ككلمه دي بتساوي ثلاث فتحات. صح؟ قلنا احنا المعلومه دي. قلنا ان في حاجه اسمها ايه؟ طب ايه هما الثلاثه؟ هايل. يبقى انا عندي عباره عن عامله كده، ده سفير اوربيتال فيشر وده انفير اوربيتال فيشر وده الاوبتيك كانال. لما حاجه تعدي من الاوربت لورا او العكس لازم ابقى عارف هي عدت ثرو ايه. يبقى لازم ابقى عارف هو ايه بيعدي فين. الاوبتيك كانال بيعدي فيها حاجتين اتنين، الاوبتيك نيرف والاوفثالميك ارتري. كويس؟ طيب السوبير اوربيتال فيشر بيعدي فيه ايه؟ ده از فيري امبورتنت. الاستراكشرز اللي ماشيه في الكافيرنس ساينس اغلبها رايحه للاوربت. خلاص؟ ايه الاستراكشرز اللي خارجه من البرين هتعدي لقدام في الكافيرنس ساينس عشان تسبلاي الاوربت؟ الموتور نيرفز اللي بتسبلاي الماسلز. يعني انا عندي السوبيريور والانفيريور والميديال بياخدوا من الاوكيلوموتور نيرف فده بيعدي. وبعدين اللاترال ريكتس بتاخد من الابديوسنت اللي هو السادس بيعدي. وبعدين السوبيريور اوبليك بتاخد من التروكلير بيعدي. خلاص؟ فالثالث والرابع والسادس كل ده موتور. طب ايه اللي هيدي سنسوري للعين؟ الاوفثالميك بتاع ترايجيمينال، لان ترايجيمينال له ثلاثه برانشز، واحد فوقاني اوفثالميك، واحد تحتاني في النص ماكزيلري، والثالث مانديبلر. فالاوفثالميك بيروح معدي مع دول. يبقى السنسوري والموتور سبلاي بتاع الاوربت عدى من البرين، خرجوا من البرين ستيم، عدوا في الكافيرنس ساينس لقدام، دخلوا على السوبيري اوربيتال فيشر. الثالث والرابع والسادس والاوفثالميك بتاع الخامس. اوكي؟ يبقى ده اللي في السوبيري اوربيتال فيشر. ايه بقى اللي في الانفير اوربيتال؟ طبعا بيعدي معاهم سبير اوف ثالميك فين. اكيد الدكتور ممدوح قال لكم سبير اوف ثالميك فين ده له اهميه جامده جدا، بنعرف منه ايه؟ كاريتمو كافيرنس سيستم. خلاص؟ هو بيوسع في حاجات كتيره بس طبعا اشهر حاجه فيهم ديفنتلي دي. طيب الانفير اوربيتال فيشر ده غلبان ما بيعديش فيه غير الانفرا اوربيتال نيرف وارتري وفين. فالانفرا اوربيتال اللي هو بيروح تحت بعد كده بيعدي في الفورة من اللي تحت في الفلور عشان يخرج على اللور اي ليد. يبقى احنا كده، انا لما اقول لحضرتك كده باي فيرتشو ان ده احنا عندنا ماس وداخله من الاي ليد وداخله على الاوربت وانكيسنج وداخله جوه ورا، هتكون معديه فين؟ سبير اوربتال فيشر. طبعا سبير اوربتال فيشر يعني وسع خالص عشان الجريتر وينج اوف السترويد بقى متبهدل، وبالتالي وصل هنا عمل ماس، وعشان هي انفلتراتيف حصل انكيسمنت الايه؟ الانترنال كاروتيد ارتري. وشايفين الماس از فيري اكستنسفلي هايبو انتنسيف ال تي 2، ده بيعني ان هي ديها جريتي او انفلتراتيف هاي فايبرس تيشو كونتنت. اوكي؟ في ساين ثانيه احب اسمعها منكم في الصوره دي، يعني الايه يا فندم؟ هو مش اكستنشن، هو ديفينتلي يعني انا طبعا هنا مش قادرين نشوف البون، بس عشان الجلوب اكسباندد فبيحصل سكالوبينج في الكريبري فورم بليت. اوكي؟ لا الجلوب بقى ما هي ممكن تبقى يعني مضروبه بكذا حاجه، هي ممكن يبقى فيها كونجنتال بوفثالموس، ممكن يكون حصل فيها هيموراج، او احنا معديين في جزء في التيومر عامل بارشال فوليوم. لكن شايفين يا جماعه ده ايه؟ ده المنظر اللي احنا شايفينه ده ايه المنظر ده؟ طب اللي انا واقف عليه بالسهم اللي بيلعب ده ايه؟ ايه مانو يعني ده ايه؟ وقعت. هو ده اي نوع من النيورو فايبروماتوزيس؟ 1. قلنا لو وسعت الانترنيوتري ميتس غالبا ده ايه؟ ده ديورال اكتيزيا. اوكي؟ This is likely this is a dural ectasia. خلاص، وهي اللي عامله اكسبانشن. انا هتلاقي النيرف جواها كده اسود، وهو الاكشوالي الواسع ده بياض، وده ممكن جدا يبقى ديورال اكتيزيا. طب ما هو الاسكيل كويس قوي، ما هو ده الاي ليد الابر اي ليد، وطبعا هي سرحه كده على الانفرا تمبرال فوس. طبعا this is an plexiform. ده this is اهو ده الاكستنشن بتاعه. قارن على طول الفات ده بده. خلاص؟ هو ده المنظر يا جماعه اللي هتشوفوه. طبعا مش لازم تبقى عينه خارجه لبره عشان نشخص، احنا ممكن جدا كل اللي تشوفه هو حته زي دي بس. او حي حضرتك طبعا انك انت دي لفته نظرك بس، اتز يعني ما هو الابر اي ليد ده ساحب كده، فاذا كان سرح ده كله جوه اكيد من بره هو عمل شغل كتير قوي، يعني لان الليست ريزيستنس هتبقى بره.
طب ده منظر لايه؟ ده طبعا ده منظر لبلكسي فورم نيوروفايبروما وموجوده على ايذر سايدز بتاعه الفور فوت. فور فوت، فور فوت اللي هي التوز والميتاتارسلز. فور فوت لا. ايه الاخبار؟ صعب؟ متهيألي استوعبناه. اي هوب يعني. طيب الحاجة التانية اتفضل. انا بلفها من الجومس او مثلا مرض من الجومس. لازم اتليست يونيلاتر. يعني في ال عشان هو حتى الديزيز لما جم انا يعني الاستغراب ان هم قالوا الديزيز ما سموهوش اسم عالم، هو سموه بايلاترال اكوستيك شوانوما، ملوش اسم تاني خلاص. فالاكوستيك شوانوما از ا بارت انتجرال للديزيز، وانت هتشوفي بعد كده في حياتك كتير جدا ناس عندهم مالتيبل من انجيومتر، مالتيبل يعني كتير، وما همناش يعني نيوفيبروتوزيس ولا حاجه. تيوبروس سكليروزس الاسم جه منين؟ لو احنا الاسم ده بس ركزنا فيه خلاص هنذاكر الديزيز كله. التيوبر هي بتساوي سويلنج او تيومر، يعني كلمه تيومر في الطب خدوها من اللاتين وورد اللي هي تيوبر، وسكليروزس بتعني ان في اكستنسيف فايبروزس هي اللي عامله الفيرمنس لهذه التيوبر. زي كل الفاكوماتوزس ات از ديسبليزيا افكتنج الاستراكشرز اللي خارجه من الاكتوديرم والقصه دي كلها. الكاركترستيك ترياد للتيوبروس سكليروزس هما السكين ليجنز والابيليبسي ومينتال ريتارديشن. احنا زي ما قلنا ان كل الفاكوماتوزس هم عباره عن سي ان اس ليجنز ومعاها سكين ليجنز، والمحور بتاع الديزيز ماشي حوالين تكوين التيوبرز اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها. It is an autosomal dominant، وبالتالي قلنا مش هيبقى فيه sex predilection. اتنين كروموزومز بيحصل فيهم المشكله. هنشوف ايه هما السكين ليجنز، ليه كاركترستيك سكين ليجنز، اشهرهم الاش ليف سبوتس والادينوما سبيشيوم والشاجرين باتشز، دول هنشوفهم عشان في ناس كتير قوي بتحب تسمعهم. انا الحقيقه كنت زمان بذاكرهم بس ما كنتش عارف شكلهم ايه خلاص، بس امبارح ليتلي يعني نزلت شكلهم عشان اعرف نشوفهم مع بعض يعني. وبعد كده هنشوف التيوبرز دي قصتها ايه، لان هي التيوبرز دي احنا لما نعرف هي اتكونت ازاي احنا هنشوف السبيكترم بتاعت السي ان اس ديزيزز كلها. ده منظر الاشليف باتشز او ماكيولز، والاشليف واضحه عندكم الصوره خلاص. دي اكسبشنالي عشان نبقى فاكرين هيز هايبر بيجمنتيشن، يعني الكافيه اولي باتشز والاكزيلري فليكلز كانوا بني لكن دول ار هايبر بيجمنتد. واش ليف في الدكشنري معناها يعني ايه؟ معناها الليف اللي هي الاوت لاين بتاعها كوريجيتد. فلو تبصوا حضراتكم على منظرها هتلاقوا ان الاوت لاين بتاعها كوريجيتد. في نباتات كتير بيبقى الاوت لاين بتاعها كده، انا مش يعني مش فاكر ولا يعني حاجه منهم قوي. ايه بقى اشهر حاجه؟ ماليش في النباتات قوي يعني، لكن هو ده المنظر ان هي ويل ديفايند وكوريجيتد مارجن وهايبو بيجمنتد. افتكر بس الثلاث كلمات دول من الصوره دي، يعني انا الصوره دي لو سبتني من الكلام ده كله مش هفتكر غير الحكايه دي. اهميتها ايه؟ اهميتها انها بتبقى موجوده ات بيرث خلاص. فاي قبل اي ساين للديزيز بيبقى الولد مولود بهذه الباتش او الماكيول. الشاجرين باتشز هي ده منظرها، والشاجرين باتشز دي عباره عن سب ابيديرمال فايبروزس بتعمل المنظر ده. المنظر ده عباره عن ايه؟ عباره عن منظر شبه البودورانج او جلده البرتقال، وكومن موجود يبقى على الترانك وعلى اللامبوسيكرال اريا. الادينوما سيبيشيوم اسمها كده لان هي في الاول خالص كانت كونفيوزد مع الاكني حبوب الشباب، وعشان كده سموها ادينوما سيبيشيوم. وهي طبعا اللي بيفرقها عن الاكني الديستريبيوشن بتاعها، انها موجوده اكتر في الجزء بتاع النيزوليبيال فولز والتشيك وعلى النيل وعلى النوز، وانها عاده طبعا بتبقى في سن اصغر من الاكني فالجالس، بتبقى في سن 4 سنين بتبقى عاده بتبدا تتكون.
ده منظر السب انجل فايبروما، والسب انجل فايبروما دي عباره عن تيوبرز زي اللي احنا قلنا عليها، فيها فايبروزس وثورن بتطلع عند الجنكشن بتاعت النيلز مع النيل بيد، هي دي السب انجل فايبروما. وفي نوع تاني من الفايبروما بيطلع اللي هو البيري انجل، اللي هو بيطلع عند الروت هنا، وده عاده بيدستروي كل النيل. يبقى الكاركترستيك سكين ليجنز في التيوبرس سكليروزس، احنا كل الديزيز تيوبرس سكليروزس عباره عن تيوبرز او نوديولز فيها جلايوزس. هنبص عليهم بسرعه مع بعض. الاش ليف ماكيول، وخلاص الليف ليت دي هنفتكر انها الكوريجيتد مارجن، والمنظر اللي هو شبه البرتقانه ده او جلد البرتقانه، واللي هو قلنا ان هو بيبقى سب ايبيديرمال فايبروزس، وعاده بيبقى موجود على الترانك واللامبوسيكرال اريا. الادينوما سيبيشيوم نفكرها كده انها سيبيشيوم زي السيبيشيوس سيست بتاعت الاكني فالجاريس، وده منظرها بتطلع ات يانجر ايج طبعا، والديستريبيوشن بتاعها في الحته دي بالذات. وده السب انجل فايبروما، ودي البيري انجل فايبروما. كلهم كل الانجل ده بيرمز الى النيل، وبالتالي المنظر بتاعها يا عند الجنكشن دي يا عند الروت بتاع النيل. في ناس بقى وصفوا ان في بعض العيانين بيجي لهم كافي اول سبوتس، ذيس از نوت سبيسيفيك، بيبقى عاده عددها قليل قوي، ويز نوت ا كونستنت فيتشر للديزيز يعني. هما دول الاربعه انترا سيلولار مانيفيستيشن للتيوبرس سكليروزس، اللي هما كورتيكال تيوبرز والوايت ماتر ليجنز وسب ابندايمال نودولز وسب ابندايمال جاينت سيل اسوسيتوما. الكلام ده كله انا عايز نفهمه مع بعض، هو بيحصل ازاي. الديفلوبمنت بتاعت البرين انا ما اعرفش مين شرح لكم الكونجنتال. دكتور ممدوح هايل. الديفلوبمنت في البرين بتحصل ازاي للكورتكس؟ بيبقى في حاجه اسمها جيرمينال ماتريكس، خلاص، اللي هي فيها جاينت سيلز موجوده على الابندايمال لايننج بتاع الفنتريكلز، وبعد كده بيحصل ماتيوريشن لهذه الجاينت سيلز اللي في الابندايمال لايننج، فبتتحرك الى الخارج لحد ما توصل للكورتكس. بتتحرك ان راديال باترن، وهذه الراديال باترن هي اللي بترسم بعد كده النيرف فايبرز بتاعتها. يعني هو انا كنت جنب الفنتريكلر سيستم بتحرك ان راديال باترن. راديال يعني ايه؟ يعني فعشان توصل من الفنتريكلر سيستم لحد السيرفس، هو دي المايجريشن بتاعها. اثناء المايجريشن بتاعها بيحصل فيها ديفرنشيشن، هتتحول الى استروسايتس، بدل ما هي كانت خليه جنينيه يعني اللي هي اوليه، بيحصل فيها ديفرنشيشن لاستروسايتس، وهذا التراك بيتحول الى النيرف فايبر بتاعها، وبعد كده بيتكسي بالمايلين شيس في المايلينيشن بتاع البرين اللي بيحصل بعد الولاده. واضح كده؟ طب ده يعني القصه اللي انا حكيتها لكم دي خدتوا عليها اي ديزيز بيحصل فيه مشكله؟ اديني اتنين مثالين. هيتيروتوبيا، جراي ماتر هيتيروتوبيا، ان انا بلاقي جراي ماتر لاصقه في الفنتريكلر سيستم يعني ما خرجتش لبره. اوكي؟ وايه تاني؟ هايل هايل خلاص؟ لا بس انا بتكلم على فعلا الديفكت اللي هو ان يبقى عندك كليفت ما فيهاش هذه المايجريشن. اللي بيحصل هنا غير الكورتيكال هيتيروتوبيا ان انا بيحصل عندي مشكلتين، مشكله في المايجريشن ومشكله في الديفرنشيشن. يعني هي من ناحيه ما بتتحولش الى الاستروسايت، ومن ناحيه ثانيه بيحصل اريست للمايجريشن في كذا ستيج، يا اما يحصل اريست كومبليت فتفضل سب ابندايمال، يا اما يحصل في السكه، يا اما توصل للكورتكس بس ما تتحولش الى استروسايت. خلاص؟ يبقى انا في الاخر خالص هيبقى عندي ابنورمال سيل، يوزوالي ات از ا جاينت سيل، وهذه الجاينت سيل هي محور النوديولز او التيوبرز اللي بتحصل في تيوبرس سكلوروزس. وبالتالي السبيكترم بتاع الابنورماليتيز اللي انا هشوفها، يا اما هلاقي سب ابندايمال نوديول، يا اما هلاقي في السكه سب كورتيكال، يا اما هلاقي على السيرفس كورتيكال. خلاص؟ يبقى يا كورتيكال تيوبرز، يا سب كورتيكال وايت ماتر تشينجز، يا سب ابندايمال نوديول. اكتر واحده حصل لها ديفاستيشن يعني مشكله جامده جدا
في الشغل بتاعها وفي الماتيوريشن بتاعها اني واحده السابيبن دايمال، هي دي اللي لايبل انها تتحول الى سابيبن دايمال استروسيتوما. اوكي يبقى احنا كده لو تخيلنا هذا التراك هنعرف الاربعه ساينز، يا سابيبن دايمال نوديول، يا سب كورتيكال وايت ماتر ليجنز، يا كورتيكال تيوبرز، وعشان دي اكتر واحده اتاذت لا تحولت ولا انتقلت، وبالتالي تبقى فيري فولنربل انها تقلب الى سابيبن دايمال جاينت استروسيتوما. اوكي هما دول الاربعه ليجنز وهو ده الباثوجينيسيس بتاعهم. يبقى تيز ادس اوردر في المايجريشن وفي الديفرنشيشن وممكن يتحول في اي اتجاه من الاتجاهات الامنيه. الكورتيكال تيوبرز دول هنمسك كده يعني الاشهر وهنتكلم عليهم وهنشوف لهم صور كتير. الكورتيكال تيوبرز دول ابنورمال جاينت سيل تيوبر وصلت للكورتكس، فطبيعي انها هتكسباند الكورتكس، يعني الجايروس الانفولفمنت ده هيحصل فيه في الاول سويلنج، وبعدين باي فيرتشو للسكليروزس اللي هتحصل فيها والفايبروزس ممكن الاقي ديمبل على السيرفس بتاع الافكتد جايروس. يبقى انا هلاقي نوديولز اكسباندنج الجايروس في سن صغير، وممكن جدا يحصل ديبنج في السيرفس على ليتر بعد كده. الكومونست افكشن موجود في الفرونتال، وكل ما برجع لورا الافكشن بيقل، وانا رايح التمبرال والبارايتال والاوكسيبيتال بيبقى ليست في السيريفيلر. التيوبرز دي I think احنا يعني ادينا فكره عن كده في المحاضره قبل كده. انا مش عايز افتكر حاجه خالص، هما دايما دايما يعني هنشوف ان هما هايبر انتنس عاده في الماتيور برين. احنا لو قلنا في المحاضره اللي فاتت ايه الفرق بين الماتيور مايلينيتد برين والنون ماتيور او البرين بتاع الطفل الصغير في اول سنتين اللي هو النون مايلينيتد، الوايت ماتر، الوايت ماتر بتبقى في الولاد دول هايبو في تي 1 وهايبر في تي 2، وانا اقدر اكسبت الكلام ده لحد سن كام؟ لحد سن سنتين. هذا اللي تشينج في الـ في الـ في الوايت ماتر سيجنال سببه ايه؟ يبقى في ووتر كونتنت عالي بدل ما هو المفروض يبقى فيه فات كونتنت عالي. خلاص؟ هذه التيوبرز لو انا حطيتها وست برين بتاع طفل صغير لسه ما حصلش فيه ماتيوريشن، مين هيبقى فيه ميه اكتر؟ الوايت ماتر اللي مش مايلينيتد. خلاص التيوبرز دي بالنسبه له في التي 2 هتبقى هايبو انتنس، صح؟ صح؟ كويس. لو البرين ده از مايلينيتد يعني بعد سن سنتين بعمل للعيان ده ام ار، المفروض ان التيوبرز دي هيبقى فيها لا هيبقى الوايت ماتر اللي حواليها هيبقى فيها فات اكتر. خلاص وبالتالي هذه النوديولز هتبقى فيها فايبرس تيشو اكتر وده حواليها فات، الفات هيبقى اكثر بياضا وبالتالي النوديولز دي هتبان هايبو في التي 2. يبقى هو فرق السيجنال بتاعهم هو فرق الديوريشن بتاع البرين ماتيوريتي. لو انا الوايت ماتر اللي حواليا بيضة جدا عشان لسه ما فيهاش فات وفيها ميه كتير انا هبان هايبو عنها، ولو الميه دي فيري مايلينيتد يبقى ده الفرق اللي هنشوفه. الوايت ماتر ليجنز الحقيقه ليهم عاده اشهر شكل ليهم ان هم يبقوا عاملين زي لينير باندز متجهين من البريفنتريكولر ماتريكس الى الكورتيكال وايت ماتر، ساعات قليله بيدوا منظر بنسميه ويدج شيبت، بتبقى الايبكس ناحيه الفنتريكلز وريستنج على بره، هنشوف المناظر دي كلها. قليل قوي ان انا بلاقي فصاي عامله زي الهامرتوما. السابيبن دايمال نوديولز بتبقى عاده سمول نوديولز تيوبرز، وده الفيري كاركترستيك، لو كان حد فينا شاف التيوبرس كلوزس هنشوف شكلها عامل ازاي، بتبقى بولجنج جوه الفنتريكولار سيستم لانها سابيبن دايمال، ممكن تاخد اي باترن اوف انهانسمنت، وكومنلي انها بيحصل فيها كالسيفيكيشن، من 5 ل 10% بيقلبوا بالاستروسيتوما، وعاده الاستروسيتوما البرزنتيشن بتاعها بيبقى عاده البرزنتيشن مش نتيجه ان هم بيكبروا بسرعه، هم زي ار فيري سلولي جروينج، بس عاده النوديولز الكومن سايت ليها هي الفورامين اوف مونرو، وانس بتوصل لحجم تقفل الفورامين اوف مونرو العيان بيجي له هيدروكيفلس وبالتالي بيبرزنت. اتفضل. لا 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 الهيتيروتوبيا حضرتك هتلاقيها مش بولجنج جوه الفنتريكولار سيستم، هتلاقيها بيري فنتريكولار. السب ابن دايمن نوديولز هتلاقيها بولجنج جوه الفنتريكولز، ده اللي هتشوفه حضرتك دلوقتي هتلاقي ان هم مختلفين تماما. الهيتيروتوبيا نيفر كالسيفاي، دول عاده بيكالسيفاي وبتشوفهم هايبو انتنسيتي 2. اوكي؟ بس دول they are not discrete masses.
دول موديولز بيبقوا عاده صغيرين في الحجم، وزي ما بقول لك سابق دايمال معناها انها بولجن جوه الفنتريكولار كافيتي. الهيتيروتوبيا بتبقى بيري فنتريكولار يعني بره حوالين الول من بره، نيفر بولجن جوه الفنتريكل. للجراي ماتر. السبب من دايما الموديولز وين كالسيفايد هتبقى فيري دارك، بس ساعات ما بيبقوش كالسيفايد. واحنا هنشوف المنظر بتاعهم لو حد شايف ان هو ممكن يتغلطوا يقدر يقول لي الكلام ده. شايف حاجه التيوبرز اللي احنا بنتكلم عليها؟ هي دي ممكن تغلطها بالجراي ماتر هيتيروتوبيا. الجراي ماتر هيتيروتوبيا هيبقى مكانها هنا. لا دكتور انا قصدي على الميكانيزم اوف فورميشن. لا هي الميكانيزم اوف فورميشن ان الهيتيروتوبيا حصل لها ديفرنشيشن وما اتحركتش. لكن احنا هنا عندنا الديس اوردر في حاجتين، انا قلت عشان كده في حاجتين، في الديفرنشيشن وفي المايجريشن. لان في واحده منهم بيحصل كومبليت مايجريشن اللي هي الكورتيكال تيوبرز بتعبر الى مكانها لكن ما بتتحولش الى ديفرنشيتد كورتيكال استروسايتس. فاحنا عندنا الاثنين بيحصلوا، الابنورمال ديفرنشيشن في كلهم، المايجريشن مختلف. واحده ما حصلش بقت سبب اندايمال تيوبر، واحده حصل وفي النص ارستد بقت في الوايت ماتر، واحده حصلت للاخر خالص اللي هي بقت في الكورتيك. كل ده المايجريشن، ده الفاريشن، لكن الديفرنشيشن في كلهم مختلف. واضح؟ ده المنظر بتاع النوديولز بتاعت التيوبرس سكليروزس. التيوبرز دي سب ابندايمال نوديولز. طب ده ايه ده؟ ده سب كورتيكال ليجن. يعني انا لازم مش ان انا هلاقي واحده خلاص انسى الباقيين، انا ابدا اي شوت سيرش على كل الاذر ليجنز، هل في حاجه في الكورتكس ولا لا؟ انا هنا شايف ان في كورتيكال ليجن اوف هاي سيجنال موجود هنا اكسباندنج الكورتكس ده. يعني انا مع ان ده سيكونس واحد لكن انا اشوت كومبير الناحيتين، هتلاقي كورتكس الجايروس اكسباندد، السلكس افيسد، فانا عندي هنا كورتيكال ليجن وعندي سب كورتيكال ليجنز، اوكي، وعندي سب ابندايمال ليجنز. هنا ايه السبيكترم اللي احنا شايفينه؟ ها يا شباب، في سب ابندايمال باينين هنا، اوكي، وباينين ايفن هنا اهو، وفي عندي كورتيكال ليجنز، وفي عندي سب كورتيكال تشينجز اللي هي انا دي، اوكي. افندم ده اول من اسباب ان هو العيانين دول، اي طفل صغير عنده، يعني بيقول لك الكومنست كوز اوف انفانتايل سبازم هو انك تشوت سيرش فور التيوبرس سكليروزس عند العينين دول. هو الابيليبسي يا شباب اي حاجه بتافكت الجراي ماتر بتعمل ابيليبسي، بالذات الجراي ماتر اللي على السيرفس. يعني الجراي ماتر اللي على السيرفس بتاعت البرين، اللي هي لان حركه الكهرباء بتاعت البرين كلها على السيرفس بتاع البرين، فاي ابنورماليتي فوكال حتى ايفن لو واحد اتخبط وجاله فوكال انكيفالوماليشيا في حته نص سنتي في البرين لايبل ان هو يجي له ابيليبسي. ده منظر الكالسيفايد نوديولز ايفن اف سمول وقليلين، ده منظر ليهم. ممكن الكالسيفيكيشن، شوف المنظر هنا توتالي سب ابندايمال بلجن جوه الفنتريكولار كافيتي، وفي ليجن اخر هنا، ده انذر ليجن. طبعا شايفين ده المنظر، دي تيوبر كبيره وهتنكروتش على الفورامن اوف مونرو، لسه ما قفلتهاش وبالتالي الفنتريكولز ما هياش دايليتد. شايفين هنا المنظر، دي كبيره وحصل انترابمنت للفرونتال هورن بتاع الرايت لاترال فنتريكل، ده كومبليتلي انترابد، واحده قافله الفورامن اوف مونرو، في واحده ثانيه رايحه على الناحيه الثانيه. طبعا هنا في عندنا كورتيكال ليجن كمان في السي تي، بان لما حققنا العين كونتراست ان هو ليس انهانسنج، وحصل كالسيفيكيشن هنا في السب كورتيكال ليجن. دي مناظر مختلفه، الكالسيفايد تيوبرز سب كورتيكال وبيري فنتريكلر، كل دي ابييرنسز ار كاركترستيك اند دايجنوستيك اوف تيوبرس سكليروزس. ايه اللي احنا شايفينه هنا بقى؟ انا الصوره دي حاططها يعني لسبب، يعني
ده دي مش اجينيسيس، لان انا طالما جاي في اللاترال فينتريكل عاده انا اوف ذا ميد لاين، اي شودنت كومنت على حضرتك عمرك ما هتبقى في الميد لاين ومش هتشوف الفورس فينتريكل. فاحنا هنا في سيريبيلر هيمسفير ولاترال فينتريكل واحنا وي ار اوف ذا ميد لاين مش شايفين. ايه انا عايز حد يقول لي الابنورماليتيز اللي شايفها في الصوره دي. انا مش شايف ان في صعوبه، الموضوع بسيط. احنا عندنا اولا طبعا الصوره دي ساجيتال اني سيكونس لير، ده بدري خالص الموضوع ده خلاص. قلنا يا جماعه مش هرجع عيد تاني، بس الجراي ماتر طالما ابيض من الوايت ماتر يبقى انا بتكلم على فلير سيكونس صح، انا بتكلم على تي 2 يعني وسي اس اف سابريست صح. انا متاكد ان احنا قلنا ده. طيب عندي واضح طبعا ان في سبب بنضايمال نوديولز شايفين ذات يعني جاينت كبار جدا خلاص، وارد قوي ان يكون اي واحده فيهم بتتحول الى جاينت سيل اسوسايتوما. يبقى ده اول حاجه في السبيكترم، السبب بنضايمال نوديولز ما اتحركوش من مكانهم. وبعدين في بداوا يتحركوا وعملوا اثنين باترنز في الوايت ماتر. احنا قلنا الكومونست باترن ان انا الاقي عامل ايه في الوايت ماتر، ثين لاينز ثين باندز راديالي ارينجد سترايتد بتتحرك اللي هو اتجاه المايجريشن، وبالتالي في هذا المنظر معمول اللي هو الثين باندز. وفي منظر قلنا اخر قلنا less common ان انا الاقي triangular appearance للهاي سيجنال، الابكس بتاعتها ناحيه الفنتركل والبيز ناحيه الكورتكس خلاص. وفي منظر ثالث قلنا least common ان انا الاقي فوساي في الوايت ماتر للابنورمال سيجنال. يعني السبيكترم بتاع السب ابندايمال والوايت ماتر باين في كل الليجنز دول، دول السبب دايمال نوديولز وات ايفر السايز بتاعهم. الوايت ماتر قلنا ثلاثه شيبس، اشهر واحد منهم والكومنست ان انا الاقي الراديال سترايتد ثين باندز، اقل منه ان انا الاقي تراينجل ابييرنس البيس بتاعته ناحيه الكورتكس والايبكس ناحيه الفنتركل، وده حاصل في كذا واحده. وبعد كده ان انا الاقي فوساي كونجلوميريت او ان هم سيبريت اللي احنا شايفينهم دول. اوكي طيب حضرتك بقى قول لي ايه هم الساينز اللي احنا قلناهم بتاعه التيوبروس سكليروزس الانترا كرينيال ساينز. هايل اول حاجه هايل هايل خلاص واضحين يا جماعه عندنا، متهيألي اي واحد فينا يقدر يميمورايز لان احنا عرفنا المشكله. اتفضل يا فندم. انا نسيت. اوكي انفكشنز. طبعا الكوزز اوف البيريفنتريكولار كالسيفيكيشن منها الانتراكرينال انفكشنز، بس الانتراكرينال انفكشنز ما بتعملش سب ابندايمال كالسيفيكيشن، بتعمل بيريفنتريكولار كالسيفيكيشن. واخد بال حضرتك؟ يعني هتلاقي دايما الكالسيفيكيشن مش جوه الفنتركل. الكالسيفيكيشن از على الحروف، خلاص؟ واحنا قلنا يا جماعه احنا مش هنشخص تيبرس سكلوزس بكالسيفايد نوديولز، احنا بنشخصها بترياد. واحد عنده سكين ليجنز وعنده ايبيليبسي ومنتال ريتارديشن وعنده برين ساينز. خلاص؟ فالهيستوري از ابارت. يعني انا عايز اقول لك حاجه، ان كل العيانين اللي عندهم فاكوماتوزس جنرالي انت بتشوف ساينز بتقلقك بتبدا تسال على العيان خلاص. طبعا لان مفيش حد بيبعت لك اصلا هيستوري، وهتشوف بعد كده في حاجه زي الستيرج ويبر او كده قد ايه انك انت تعرف العيان ده شكله عامل ازاي او شكوته. يعني لو واحد مش كاتب لك ان هو عنده ايبيليبسي ولا منتال ريتارديشن او هو ما عندوش، هيصعب خالص انك تشخص. لكن الكلينيكال از مهم، لازم يبقى عنده العيان ده سكين ليجنز، وقلت لك ان الاش ليف ماكيول دي موجوده سينس بيرث في كل العيانين فهتسبق كل ده. الحاجه الثانيه اللي انا عايزك يعني تبقى متاكد منها، انك عمرك ما هتلاقي السبيكترم ده في الكونجنتال انفكشنز. الكونجنتال انفكشنز فيها بيري فنتريكولار كالسيفيكيشنز، لكن لما تلاقي سب ابندايمال وبعدين انت شايف الكالسيفيكيشنز بتشرح لك مسار الديزيز اللي احنا شرحنا فيه، ان انا عندي سب ابندايمال وعندي سب كورتيكال وعندي كورتيكال، مش هينفع يبقى ده انفكشنز.
اوكي ده disordered maturation. واضح؟ اوكي حد مش مقتنع؟ في سؤال بس بالنسبه للفلير عارف ان الصمت احنا جينات كوميدي يعني اه لا مش مهم يعني انا مش جايبها من عندي يعني انا بس يعني في صور كده يعني صعب قوي انك تلاقي الباترنز كلها في حاله واحده فده اللي خلاني احطها بس يعني طبعا ده يعني اهميتها بس ان ممكن انا اشوف المنظر في السي تي ان انا الاقي السبكورتيكال هايبودنسز دي وقلنا ان احنا كومن الافكشن قوي بيبقى في الفرونتال ريجن بس انا مش هشخص من دول ان اللي عنده تيوبروس سكليروزس يعني لا ممكن اشخص التيوبروس سكليروزس بالسي تي بس لو عندي حاجات سوليد يعني الاقي كالسيفيكيشن سبب دايمن نوديولز هيستوري في العيان لكن ما لقيتش بيري فرونتال بايلاترال هايبودنسز هشخص فيها ان ده عندها تيوبروس سكليروزس يعني طبعا ده اذا اكزامبل ال سب ابندايمن نوديول بدا يحصل فيها مالجنا ترانسفورميشن وبدا يحصل فيها هيتروجينس انهانسمنت وبدات تقفل الفورامين اوف مونرو لكن لا اغفل طالما انا بدات اشك ان العيان ده يعني انا ايه اللي يفرق ان العيان ده يكون عنده مثلا كوريت بلكسس بابيلوما ما كوريت بلكسس بابيلوما تعمل كده بس كوريت بلكسس بابيلوما ما تعملش بقى بقيه التشينجز اللي في البرين ان انا عندي كورتيكال تيوبرز وعندي سب كورتيكال وايت ماتر تشينجز ف ان اكسبتد ان انا الاقي عيان عنده منظر زي ده وتقول لي عنده انترافنتريكولار تيومر وخلاص خلاص يبقى هي الفكره ان هو اتيز ا كومبلكس اوف سيمتومز حتى لو ما عندكش هيستوري في العيان ده يشود يعني يو ار جاستيفايد انك تشخص ده عنده تيوبرس كلروز صح ولا مش جاستيفايد جاستيفايد يعني من حقك ايه طبعا دي يعني صوره واضحه خالص ده منظر ماس في الفورامين اوف مونرو وقافله اللاترال فينسكل وكمبليتلي انهانسنج ده منظر طبعا الكالسيفيكيشن في الام ار اي في تي 2 انها بتعمل حاجه اسمها سستبيليتي افكت اللي هو بيبقى يبان بلومينج كده هايبر لو سيجنال وطبعا عندي واضح جدا الكورتيكال انفولفمنت واضح السب كورتيكال انفولفمنت وواضح السب ابندايمال موديولز في الفنتركلز تالي تيوبرس كلوزس خلاص خلصنا اهم واشهر حاجتين النيورو فايبروماتوزس والتيوبرس كلوزس دكتور السيكونس الاخير اه يس احترمك جدا طب ليه قلت عليه كده؟ بالظبط كده البلومينج بمعنى ايه؟ بلومينج بيساوي انك انت ما تلاقيش الليجن الاوتلاين بتاعه واضح بلومينج يعني ايه بلومينج يعني لو حضرتك شايف هنا انت تلاقي المارجن بتاعته از ريجولار اند ان ديفايند هي ايه كلمه السسبتابيليتي افكت يا جماعه يعني ايه كلمه سسبتابيليتي افكت بنقولها بنكتبها او المفروض احنا بنقولها كتير وما احبش ان حد يكتب ميتاليك ارتيفاكت لازم نكتب susceptibility artifact. ايه susceptibility effect ده بقى؟ انا منتظر منك اجابه. انت اللي فتحت على نفسك. ها اولا اتشرف باسم حضرتك؟ مصطفى. حضرتك منين؟ من العراق. اهلا وسهلا بيك. اغلب الدكاتره اللي من العراق ارنابيين يعني جدا. اتفضل. نابيين. ولا في العربي كمان؟ ايه جدا؟ هو تيتو ستار لا مش مهم الفيزيكس التيتو ستار ده از جريدينت ايكو صح يعني جريدينت ريكول السسبتابيليتي افكت ده بيحصل عند الانترفيس بتوين تيشوز ليهم ديفرنت ليهم different resonance characteristics abrupt بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لما تيجي تحط مثلا calcification او بو او 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 metal وسط soft tissue الجهاز لما بيجي resonate بتيشو له resonance معين يعني varying degree من ال grayness homogeneous more or less gray white matter غير لما اروح فجأة حاطط هنا حاجة مختلفة تماما خلاص؟ هذه الحاجة المختلفة تماما بنلاقيها
ثلاث حاجات مشهورين قوي بنجدها في الميتاليك وبنجدها في الكالسيفيكيشن وبنجدها في بالظبط الايرن بتاع الهيموسيدرين. خلاص عشان كده السيكونسز الجريدينت ايكو دي ار فيري سنسيتيف للحكايه دي. عشان كده الام ار وهو مش سنسيتيف للاكيوت بلاد، لكن لما بعمل جريدينت ايكو تكنيك لاي عيان وببقى شاكك ان هو عنده هيموريدج بلاقي البلومينج افكت ده جوه الليجن، فبعرف ان العيان ده مثلا نزف. هو زميلكو لمح ايه؟ لو تاخدوا بالكو شايفين التيوبرز هنا سودا بس فيري ويل ديفايند، شايف حدودها خلاص. لكن لما جه نزل في الصوره دي لقى ان هي بقت بلومد كده، فده المنظر بتاع تيتو ستار. في حاجه تانية تعرفني ان ده تيتو ستار، لو قلتها بقى يعني مش هعمل حاجه. مفيش عظم دي قلناها في الديفيوجن خلاص. لا هي التيتو ستار الجريدينت ايكو عموما اذا فات سبريشن تكنيك، عشان هو فات سبريشن تكنيك فانت مش شايف السبكتينيوس فات اللي حوالين السكال، فده من الحاجات اللي بتعرفك انه في فيتشر تانية تعرفك ان السيكونس ده جريدينت. ايه هي؟ يعمل حاجه اسمها فلو ريليتد انهانسمنت، يعني تلاقي البلاد فيسلز بدل ما هي سيجنال فويد تلاقيها انهانسنج. انا عايزكم تعرفوا المعلومات اللي احنا قلناها دلوقتي دي. الجريدينت ايكو تكنيكس دي هي لما اخترعوها هي اللي ولدت فكره ان هم يعملوا حاجات كتير قوي في الدنيا، اهمها الام ار انجيوجرافي، لان هذه التكنيكس البلاد فيسلز البيتنت بتبان فيها انهانسد. والجريدينت ايكو تكنيكس احنا ممكن نحصل منها على تي 1 او تي 2 خلاص. في جوه كده وانت بتعمل السيكونس حاجه اسمها الفليب انجل، لو خليتها قليله 15 20 تديك صوره تي 2 لايك، لو خليتها 90 تديك تي 1 لايك خلاص. دي تي 1 ستار ودي عشان هي سيكونس سريعه وفيها لقوا الفلو ريليتد انهانسمنت ان الفيسلز بتبان، اخترعوا فكره التايم اوف لايت. وبعد ما عملوا التايم اوف لايت بداوا يعملوا سيكونسز اسرع، بقى في الاي بي اي والفانكشنال ايمجنج. الجريدينت ايكو ده عمل ثوره في الام ار اي. الفيتشرز بتاعته الاهم اللي احنا عايزين نفتكرها عشان ما ننساش، ان هو اتز افات سبريشن تكنيك، فلو ريليتد انهانسمنت يعني هشوف فيه بلاد فيسلز، فيري سنسيف للسسبتبيليتي ارتفاكت بمعنى ان انا بديتكت فيه الاكيوت بلاد وبيحصل بلومنج في المارجن ما بشوفهاش. من اللي انا قلته ده في معلومه بقى مهمه قوي، اي واحد فيكم قاعد جنب جهاز ام ار اي وعيان عامل عمليه مركب مسامير او عامل منستكتومي او وات ايفر، هيجي يدخل العيان على الجهاز يعمل لوكالايزر يلاقي ارتفاكت ينزله، لا ما ينزلوش، لان كل اللوكالايزرز على الام ار ار جريدينت ايكو فبتماجنيفاي الافكت. فانت لما تلاقي ارتفاكت جامد تعرف ان هنا في مشكله، يبقى العين ده انا مش هعمل له خالص اي جريدينت ايكو سيكونس. اوكي يبقى انا اي حاجه جريدينت ايكو هستعيد عنها بالسبين ايكو بتاعها. لو بعمل في النيك كرونال جريدينت يبقى هقلبه كرونال تي 2. اوكي لو بعمل في السيرفايكال اكزيال جريدينت يبقى هقلبه اكزيال تي 2. ودي العيان ترايل على سبين ايكو سيكونس، لو عملت له تي 1 او تي 2 لقيت فيه ارتفاكت يبقى العيان ده مش هينفع نكمل الفحص. لكن دونت ريلاي على اللوكالايزر. كل ده بسبب السؤال بتاع حضرتك. بس مهم ومفيد. لا والله. لا مفيش هنا في الصوره دي اي بلاد فيسلز. سوري يا جماعه الديستراكشن بس بتبقى اتيز ان اوبورتيونيتي يعني. ربنا يخليك يا فندم. بس انا عطلتكم النهارده ساعتين. انا عندي سكور النهارده ايه؟ الف مبروك. الف مبروك ربنا يخليك. انا اسف والله على التاخير بجد بس اي هوب ان هو ورثنج يعني اللي قعدوا استنوا. ده انذر اكزامبل طبعا لجاينت سيل تيومر ودي انذر تيومر. اي ثينك احنا تيوبرس سكلوزس كده يعني قتلت معانا بحسن. من ضمن بقى الافكشن في تيورا سكليروزس فيه حاجتين اللي فيكوا بيفتح كتاب اسمه ساتون معرفش انتوا بتذاكروا منين. في الانترستيشال لانج ديزيز حاجه اسمها الليمفانجيو مايوماتوزس، دي من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل سيستيك تشينجز في اللانج وكده. البيز لاين بتاعها ان العينين عاده عندهم تيورا سكليروزس وده المنظر بتاعها. الحاجه الثانيه ايه المنظر ده؟ دي انجيو مايلايبوما. هو ايه الفات كونتيننج ليجنز في الكدني؟ لا
ليجنز. نعم هما فيش غير هما اتنين فيرست وان ايه هما اتنين. اما تلاقي ناس في الكدني فيها فات تبقى انجيو ماي لايكوما، لكن في اي حاجه تانية فيها فات جوه كدني ايه تاني؟ ايوه عايز اسمك بقى. ايوه زانسو جرانيوميتا سبايرو نيفرايتس. ايه الزانسو جرانيوميتا سبايرو نيفرايتس؟ ليها تراياد عشان تشخصها. فاضل كلمه بس. ديستورتد كدني. يعني الكدني اللي حصل فيها الزانسو جرانيوميتا دي بتبقى اتبهدلت، انت اساسا مش شايف لها شكل. خلاص ما ينفعش تبقى الكدني شكلها عادي كده وتشخصها. فزي ما انت قلت لازم الاقي ستون اوبستراكتد ديس اورجانيزد كدني. خلاص يبقى الحاجتين اللي فيهم فات في الكدني هما الديس اورجانيزد والاوبستراكتد والستون دي بتاعت الزانسو جرانيتاس اكستريملي رير. لكن الفيري كومن ان حتى ممكن الاقي ليجن سنتي في البارينكما بتاع كدني وجواه فات دنستي ما خلطوش ان هو سيست، واحط عليه كيرسور الاقي الهاونس فيلد بتاعته قد ايه؟ ماينس 30 ماينس 60 ماينس 90. الكلام ده بيساوي ان ده از ان انجيومايلايبوما. خلاص طبعا دي از هيوج انجيومايلايبوما. والانجيومايلايبوما في التيوبرس سكليروزس كاركترستيكالي او كتير يعني بتبقى مالتيبل وبايلاترال. وانا فاكر كويس قوي وانا نايب قدمنا حاله في الكونفرنس ان احنا جالنا عيان عنده بايلاترال انجيومايلايبوما، فرحت جبت العيان من الاسم بتاعه وعملنا له سي تي برين لقينا عنده سب كورتيكال تيوبرز وما كانش متشخص. خلاص فدي از فيري امبورتنت يعني ساين مهم قوي يعني. خلاص ده انذر اكزامبل العيان عنده مالتيبل بايلاترال انجيو مايولايبوما في الكدني. وطبعا العينين دول بيجي لهم سيستات في اورجانز كتيره زي ما بيجي لهم في اللانج كده انسيستد اير سبيسز، ممكن تلاقي عندهم سيستات في الليفر والبنكرياس. اتفضل يا فندم. من ضمن الافكشن في الانجيو مايولايبوما ان احنا نلاقي هامارتوما موجوده في دي في الريتنا. طبعا البروجنوزس بتاع العين دول عاده بيموتوا قبل سن 25 بسبب يا اما الابيليبسي يا اما انفكشنز. طبعا بيجي لهم كاردياك تيومرز وبالمونري فايبروزس، دول هم ضمن الكومنست اسباب الدس في العينين دي. اللي جايين مش طوال هنبقى اسرع شويه. حد فيكم زهق؟ طيب في حد قال راي تاني؟ طيب ربنا يخليك ميرسي. الستيرج ويبر سيندروم. الستيرج ويبر سيندروم دي برضو عشان نفهمها هنعرف الباثولوجي بتاعها جه ازاي. بصوا الستيرج ويبر سيندروم دي انتوا على فكره هم الاسامي دول انتوا محدش فيكم سال نفسه اشمعنى ده الديزيز اللي في السي ان اس اللي هو كل ديزيز تقريبا متسمي باسم بني ادم؟ ها؟ اشمعنى يعني؟ اصل انا بكره قوي حكايه الاسامي دي، يعني انا ما بحبش ان مسميين كل واحده في الافاسكا نكروزس على اسمه، بس مش مشكله يعني بحفظهم. لكن ده انا قعدت ادور هو الفكره ايه؟ ان كل ديزيز من دول كان واحد بيشخص مثلا العيان عنده بليكسي فورم نيورو فايبروما، واحد تاني يشخص العيان عنده كذا، في واحد هو اللي بيربط الحاجات دي كلها ويكتشف انها سندروم، وبالتالي يستحق ان احنا نحفظ اسمه. اوكي؟ وبعدين في واحد بقى بيربط الكلام ده بالباثولوجي فبالتالي نقدر نفهمه ونحفظه. الفندم؟ سام تايمز المصريين المفروض ياخدوا جايزه في الحكايه دي. فالفكره في الستيرج ويبر سندروم هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن it is a venous angioma actually يعني. هو ده الباثوجينيسيس وراها. وبالتالي عشان هو اكتوديرمال ديزيز وديسبليزيا فهيبقى عندي دايما كيوتينيوس ليجن وهيبقى عندي سي ان اس ليجنز. الكيوتينيوس ليجن في العينين بتاع الستيرج ويبر هي بيسموها البورت واين نيفس، شكلها فيري كاركترستيك فيري كاركترستيك. والعينين دول عندهم ليبتومينينجال او ديورال فينس انجيوما. الافكشن للكرويد بتاعت العين از فيري كومن في العينين دول، وعاده بيسبب للعينين دول بوفثالموس او كونجنتال جلوكوما. ده منظر الانجيوما اللي بتحصل في الكرويد بتاعت العينين دي، ان هو يبقى عنده ابنورمال فيسلز كده كورك سكرو تورشوس. دي الفينس انجيوما اللي بتحصل في الكرويد.
ادي البورت واين نيفس بتاعت الستيرج ويبر سندروم، وافتكروا المنظر ده. هي كاركترستيكالي احنا قلنا ان الباثولوجي في العينين دول هو اذا فينس انجيوما، والفينس انجيوما دي لما تسمعها دي عباره عن الو بريشر فاسكولار مالفورميشن. انتوا المفروض بتخلصوا الدبلومه خالص ولا بتخلصوا البيدياتريك موديول بس؟ كويس قوي. دكتور ايمن اسماعيل اللي اداكوا الفاسكولار؟ طب هايل، اداكوا الفاسكولار مالفورميشنز؟ هو ايه اللي ما اداكوش؟ لا يعني الفاسكولار مالفورميشن ده يا جماعه قصه. ليه؟ لان هو كل مدى يعدلوا في الكلاسيفيكيشن بتاعه، فلقوا ان الفاسكولار مالفورميشن ده، واحنا عارفين البيزس بتاعته ان احنا عندنا ارترز كابيلاريز فينز، لو حصل لخبطه في اي حاجه اتس فاسكولار مالفورميشن. فبداوا يقسموهم كذا تقسيمه، فاشهر تقسيمه اللي هو بتعتمد على الانترفنشن والسيكوال بتاعتها اللي هي هاي بريشر فاسكولار مالفورميشن ولا لو بريشر فاسكولار مالفورميشن. هاي بريشر يعني ايه؟ يعني عندي ارتيريو فينس مالفورميشن اللي احنا عارفينه، ارترز هايبرتروفايد وبتفتح على طول في الفينز، ويبقى عندي بانش اوف ابنورمال فيسلز، تحقن العين انجيو تلاقي فيه ستيل من كل الاتجاهات، خلاص دي هاي فلو وبالتالي بتبقى لازم تتقفل. طبعا اي اي في ام في الدنيا ليها فيتشرز هتبقوا انتوا يعني متخيلينها، ان انت مثلا لو عندي اي في ام في البرين، اكيد خدته مع دكتور ممدوح، الاي في ام في البرين، الاي في ام في البرين بيبقى حته بارايتال مثلا جنبها اي في ام، نتيجه ان البط بيتشفت في الفينز عشان هي نيجاتيف بريشر بالنسبه للارترز، فبيحصل دايما اسكيميا في مكان الاي في ام. دي الهاي بريشر. اللو بريشر سبيكترم بقى، من اول الكافيرنس انجيوما وشفنا حالات منها في الفيلم ريدنج سيشن، لحد الفينس انجيوما اللي هي على المستوى الكابيلاريز بتبقى الابنورماليتي. دي عاده الدمج بتاعها قليل لان ما بتافكش قوي الاسكيميا، لكن مشكلتها ان it is abnormal vascular space، ما فيهاش الميكانيزمس اللي بتحمي الفيسل ده، وبالتالي common انها تبليد. اوكي؟ فالفينس انجيوما اذا نوع من اللو فلو اي في ام، لكن في العيانين بتوع السيرج ويبر ايه اللي بيميزها؟ انها عاده بتاخد الديستريبيوشن بتاع الترايجيمينال نيرف، واكتر حاجه بتاخد الاولاني والتاني يعني الاوفثالميك وال ماكسيلاري، ساعات بتكستند تاخد المانديبولر، وبالتالي هي دايما دايما بتبقى واخده جزء من الفيس كده في الديستريبيوشن بتاع الترايجيمينال نيرف. الحاجه الثانيه ان هي عشان مالفورميشن فهي بيبقى لونها كده زي محمر، لكن كاركترستيكالي ات بيقول لك بليتشز اون بريشر، بليتشز اون بريشر يعني لما تدوس عليها تبيض. ليه؟ لان هي لو فلو. ده منظر اخر ليها. خلاص بيقول لك بقى ان 70% ار يوني لاترال، لكن لما بتبقى باي لاترال احنا الباثولوجي بتاع السيرج ويبر قلنا حاجتين، قلنا النيفس اللي في السكن والديورال او الليبتومينينجل انجيوما اللي تحتها، لازم بتبقى تحتها يعني بتبقى على نفس الناحيه، يعني انت بيبقى عند الولد انجيوما على وشه واخده تراجينال ديستريبيوشن، والليبتومينينجل اي في ام اللي في البرين على نفس الناحيه. لو عند العيان بايلاترال بورت واين نيفس بيبقى عنده يونيلاترال بس ليبتومينينجل اي في ام. السايز اوف ذا نيفس دازنت كوريليت خالص مع الاكستنشن بتاع الليبتومينينجل اي في ام، يعني مش لو واخده كل وشه وتبقى عنده ماسيف جوه، لا خالص ما فيش اي علاقه بينهم. سؤال اخر بيقول لك يعني نقطه اخرى، نوت اول تشيلدرن سبيشال نيفاي هاف ستيرج ويبر ديزيز، يعني مش كل ما الاقي عند واحد في وشه وحمه اشخص ان هو عنده ستيرج ويبر، لازم اعمل له بقى سي تي، لو لقيت الساينز بتاعت اللي احنا هنتكلم عليها يبقى هنقول ان هو عنده ستيرج ويبر ديزيز. احنا بقى عايزين نتخيل هما دول الساينز في البرين اللي احنا هنشوفهم، فعايزين نربطهم. البايل انجيوما ده الكور بتاعت القصه، احنا عندنا انجيوما على السيرفس بتاعت البرين، وانجيوما زي ما قلنا انها الو فينس بريشر، بس هو هنرجع ستيب كده ثانيه في الـ في الـ في الـ في الـ في الفاسكولار اللي انتوا خدتوه، الفينس درينج بتاع البرين بيحصل ازاي؟ ايوه يعني بيوصل الدم للفينس ساينس ازاي؟ اتفضل يا فندم. احنا عندنا في البرين، عندنا في البرين ثلاثه انواع من الفينز، حاجه اسمها ميدلري فينز دي اللي على الفنتريكولار سيستم، خلاص، او اللي هي سب ابندايمال، يعني بيخرج منها ديب فينز تكروس
البرين عشان توصل للسيرفس لحاجه اسمها السوبرفيشال فينز، والسوبرفيشال فينز دي كلها الشبكه دي بتجمع وتعمل الديورال فينس ساينسز اللي هم كلهم في الاخر هيصبوا بالانترنال جاجولار فين. كويس. يبقى القصه عندنا ان احنا عندنا ساب ابندايمال اللي هي الميدالري فينز، وبعد كده ديب فينز بتطلع على السيرفس تعمل السوبرفيشال فينز، كل ده بيكونفلونس يعمل الخراطيم اللي بره دي، لان مش معقوله كل دول هينزلوا من السكال ازاي، لازم ينزلوا في الاخر في فتحتين يمين وشمال، هيجمعوا السوبيريو ساجيتال هيدي دايما الرايت، والرايت هيدي ترانزفيرس سيجمويد انترنال جاجولار، والليفت اللي هو الانفيريو ساجيتال هيدي الليفت ترانزفيرس سيجمويد بالليفت انترنال جاجولار فين. عشان كده عاده بنشوف الرايت انترنال جاجولار اكبر من الليفت، لانه ده بيبقى واخد السوبيريو ساجيتال ساينس. كويس. طيب ايه لازمه الكلام الفاضي ده؟ ان احنا لما هيبقى العين عنده انجيو مع السيرفيس بتاعت البرين دي، بتبقى معناها ان في ابنورمال ترانسفورميشن للسوبرفيشال فينز اللي على السيرفس. يعني السوبرفيشال فينز اللي على البرين اتضربت وحصل فيها فينس انجيوما. لما يحصل كده هيبقى في انجورجمنت في الديب فينز، لانها بتيجي تفتح بره تلاقي ان السكه مقفوله. ده هنا ابنورمال فيسلز مش بتصرف على الساينسز، لدرجه ان ساعات السبيرو ساجيتال ساينس بقى مقفول عند العينين دي. نتيجه الانجورجمنت دي انا وارد ان انا الاقي ايه؟ ان انا الاقي ان العيانين دول عنده الميدالري فينز كونجستد. خلاص؟ بتيجي زي اللي عنده دي في تي. اللي عنده دي في تي لما يبقى فيه بره فاريكوزيتيز الديب فينز بتبقى كونجستد عند العين ده. فانا بالتالي السكه هتتقفل بره، فهيحصل انجورجمنت، هيحصل استجنيشن للبلد، هيحصل كونجيشن للميدالري فينز. الحاجه الثانيه ان نتيجه هذا الاستجنيشن والابنورمال درينج للبلد بيحصل انوكسيا واسكيميا وبرين دامج. خلاص؟ نتيجة هذا الاستجنيشن بيحصل ديمايلينيشن في الوايت ماتر، وبيحصل كورتيكال اسكيميا. يبقى هي الابنورماليتي في الاخر هي انجيوما، ليبتومينينجل انجيوما موجودة على السيرفس بتاعت البرين، فاتضرب السوبرفيشال فينز، فحصل انجورجمنت واستجنيشن وساعات ثرومبوزس في الديب فينز، فحصل دايلاتيشن في الميدالري فينز. نتيجة استجنيشن بيحصل انوكسيا، اسكيميا، برين دامج. البرين دامج ده بيتراوح بقى من انك انت يحصل عندك كورتيكال جلايوزز، انك انت يحصل سب كورتيكال وايت ماتر ديمايلينيشن، ان في الاخر خالص على اللونج تيرم يحصل برين اتروفي. هما دول الفيتشرز بتاعت الستيرج ويبر سيندروم. يفضل حاجه واحده فيري كاركترستيك للستيرج ويبر، ان بيحصل كالسيفيكيشنز. والكالسيفيكيشنز دي بتحصل يا اما نتيجه ان الكورتيكال اسكيميا، خلاص الكورتيكال اسكيميا، و على اللونج تيرم بيحصل اتروفي وبيحصل جايرال كالسيفيكيشنز نتيجه هذه الكرونيك اسكيميا. ف ايه الفيتشرز اللي انا هشوفها في العيان ده؟ اول واحده واشهر والباثوجينيسيس بتاعته هي الفينس انجيوما، وهتبان عباره عن ايه؟ هتبان ان هو في المننجيس حوالين جزء من البرين بتبقى ثيكند، وبعد كده لو حقنت العيان ده كونتراست بتاخد انتنس انهانسمنت، وعشان هي على السيرفس بتاع البرين فهتلاقي الانهانسمنت داخله ديبنج جوه الكورتيكال سلساي، لان هي ماشيه على السيرفس بتاع البرين، فماشيه على الجايروس وداخله في السلكس. يبقى انا في البري كونتراست ايمجنج هلاقي ابنورمال ثيكننج للمننجيس على البرين، مع التشنجز اللي هتحصل في البرين سواء اتروفي سواء اسكيميا سواء جلايوزس سواء ديمايلينيشن، هحن العين ده انترا فينس كونتراست هلاقي ان في انتنس انهانسمنت واخده السلكال باترن بينتريتنج جوه السلكاي. هيحصل عندي اتروفيك تشنجز. طبعا الانجيوما دي الكومونست سايد بتاعها انها تبقى اوكسيبيتال او اوكسيبيتوبارايتال، وساعات اكستند للتمبورال ريجن. كاركترستيكالي لازم الاوكسيبيتال ريجن بتبقى انفولفد او الاوكسيبيتوبارايتال ريجن. يبقى الفيتشرز اللي هنشوفها هي البايل انجيوماتوزس، واللي هي عباره عن انهانسنج سكند مننجيس وفيها انتنس انهانسمنت. ساعات الاقي دايليتد سيجنال فويد ديب فينز اللي هي فيها كونجيشن، او الاقي البروميننت انتر ميدالري فينز في اللايننج بتاعت الفنتريكولار سيستم. هلاقي كالسيفيكيشن عاده سيربيجينس جايرال ومي انفولف الوايت ماتر، وقلنا الباثوجينيسيس بتاعهم الانوكسيا والاستاجنيشن والاستيزيس. بلاقي البارينكيمال جلايوزس والوايت ماتر ديمايلينيشن والاتروفي. ونبدا نشوف الكلام ده. ده منظر سي تي برين نان كونتراست. خلاص بلاقي شويه اتروفيك تشينجز في الهيمسفير كومبيرد للناحيه الثانيه، بلاقي في كورتيكال
شويه هاي اتينيويشن ما وصلتش انها تعمل كالسيفيكيشن, بحقن العيان ده بلاقي الانتنس انهانسمنت بتاعت الليبتومينينجيال انجيوم. There is an example of extensive deep extensive intense gyral calcification ومعاها brain atrophy, والبرين اتروفي باين ان حجم الهيمسفير صغر mainly في البارايتو اوكسيبيتال ريجون, السلساي وسعت واللاترال فنتركل وسع. طبعا الكالسيفيكيشن ممكن يبان في الاكس راي بس ده مش موضوعنا. ده another example للوكالايزد كالسيفيكيشن gyral calcification موجود في البارايتو اوكسيبيتال ريجون. شايفين هنا المنظر عبارة عن ايه؟ نتيجة ادي المنظر, عندي سالكال باترن اوف هاي انتنسيتي. الايه الهاي سيجنال اللي احنا شايفينها في الفلير دي سببها ايه؟ سببها ان في ستيزس في البلاد في الحتة دي, البلاد اللي ماشي في الانجيوما اللي في الفينس انجيوما اللي ماشي جوه على السيرفس بتاع البرين بيبقى فيها ستيزس فبتدي الهاي سيجنال دي. لو حقنا العين ده كونتراست بلاقي ده منظر الانهانسمنت اللي انا بتوقعه. ادي انتنس جايرال او سالكال باترن اوف انهانسمنت موجوده في البارايتو اوكسيبيتال ريجن. ايه اللي احنا شايفينه هنا بقى ده؟ نفس الحكايه, عندي الانتنس انهانسمنت على الليبتومينينجيس في الجزء البارايتو اوكسيبيتال بس باين عندي حاجه زياده. نعم على فكرة في الامتحان مش هحط لكم سهم. ايه؟ احنا حاطين سهم اهو. ايه؟ ايوه كونجستد ميدالري فينز. احنا قلنا من السيكوال اللي انا هبقى فاهمها بقى دلوقتي ان على ناحية الانجيوما ممكن الاقي, شايفين الفينز اللي جوه الفنتريكتور سيستم اللي هي السب ايبندايمال دي, شايفين قد ايه كونجستد وانهانسد وتورس؟ هي دي. خلاص؟ يبقى على نفس ناحية الليجن بلاقي الكونجستد ميدالري فينز. ده إذا ميكتشر بإنهانسمنت عنيفة على السيرفس مع ماسيف برين أتروفي مع وايدنينج للسب أراكنويد سبيسز. يبقى إيه اللي هي الساينز اللي أنا لما هفتكر الستيج ويبر سندروم خلاص هفتكر كلمة البورت واين نيفس, فطالما في بورت واين نيفس يبقى أنا عندي نيفس يا عندي فينس أنجيوما. والفينس أنجيوما عشان إحنا في الفاكوماتوزس سكين وبرين, فعندي واحدة على الوش وتحتها واحدة في البرين. اللي على الوش دي شكلها بتاخد الترايجيمينال ديستريبيوشن وبتبليتشز اون بريشر وممكن تبقى بايلاترال, بس الانجيوما اللي جوه هتبقى لازم يونيلاترال. الكومونست انها تبقى اوكسيبيتال او اوكسيبيتو بارايتال, وعشان هي انجيوما فهي سوبرفيشال فينس لو بريشر ضربه السوبرفيشال فينز, يحصل كونجيشن واستاجنيشن, والكونجيشن واستاجنيشن ده بيبقى سبب بعد كده ان يحصل كالسيفيكيشن, بيحصل اسكيميا وجلايوزس, بيحصل ابنورمال او ديفكتيف مايلينيشن او دي مايلينيشن, وبيحصل كونجيشن للميدالري فينز. يبقى السبيكترم بتاع الابنورماليتيز من بره لجوه هلاقي ثيكند مننجيس انهانسنج انتنسلي في البوست كونتراست, بتبقى ديبنج جوه السلساي على الاوكسيبيتو بارايتال ريجن, وبعد كده بلاقي مانيفيستيشنز اوف اسكيميا, الكورتيكال الجايراي بيبقى فيها هاي سيجنال, الوايت ماتر بيبقى فيها دي مايلينيشن, بلاقي برين اتروفي خلاص, والاتروفي عاده في السيجمنت الافكتد بالساينسز دي, والكالسيفيكيشنز اللي هي كاركترستيكالي بتبقى جايرال كالسيفيكيشنز وممكن تكستند للسب كورتيكال وايت ماتر. واضح؟ طبعا يعني كل العين دول عندهم سيزرز وبتبقى ريفراكتوري للانتي ابيليبتيك دراجز للاسف, وهو اللي بيبقى عاده السبب الديث. طبعا العينين في الاول بيبقى الديفلوبمنت بتاعهم عاديه لحد ما بيحصل بعد فتره في الـ في الـ في الادوليسنس بيحصل لهم ريتارديشن مع البرين اتروفي. الفون هيبل انداو ديزيز ده الدكتور ممدوح اكيد قال لكم عليه صح؟ يعني انا عارف فاكر كويس قوي محاضره البوستير فوسا تيومرز خلاص اللي هو انتنس انهانسنج موديول نيورال موديول صح؟ اول حاجه هيمانجيوبلاستوم هي اكشوالي هي دي الكور بتاعت الديزيز.
الباثولوجي بتاعه هو هيمانجيوبلاستوما، بس هيمانجيوبلاستوما مش بتحصل بس في السيربيلوم، هي بتحصل في اي حته في الجسم. يعني العيانين دول اي، هو ايه الهيمانجيوبلاستوما دي؟ الهيمانجيوبلاستوما دي عباره عن فاسكولار تيومر، بيبقى يعني الغريب ان الفيسلز فيه بتبقى سليمه، بس الانتر فاسكولار تيشو هو اللي فيه مالجنانت سيلز، ونتيجه الابنورمال تيشو اللي حوالين الفيسلز بيحصل اسكيب للفلويد من الانترستيشن بتاعت البلاد فيسلز للانتر فاسكولار سبيس، وبيحصل سيستات. لو احنا بنتكلم يعني لو انتوا معايا كده وما فقدتوش التركيز، يبقى انا بتكلم على فيسلز طبيعيه وبيحصل براها بيرميشن لفلويد، والفلويد ده بيتجمع في الانتر فاسكولار سبيس اللي هي فيها المالجنانت سيلز. لكن الغريب ان الصوره مش بتبان كده، الصوره بتبان ان الفيسل هو اللي في الحرف وان السيست جنبيه. هما اكشوالي السيستات الميه بتقعد تتجمع وبتعمل سيستات كتير قوي 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 قوي، وبعدين من كثره ما بيتجمعوا فبيكبروا، فالسيبتي بتاعت الانترستيشال تيشو اللي بينها بتتقطع فبيعملوا سيست كبير. اوكي؟ ففي الاخر خالص الصوره اللي بتوصل لنا ان هي ات از اسيست ويز انهانسنج نوديول، بس النوديول دي بيزيكالي هي كانت في النص، لكن اتطردت بره لما السيستات دي فتحت وكبرت على بعضيها. ده في الباثولوجي. وعشان الايه؟ دي الفاسكولار كومبوننت بتاعت التيومر، خلاص، اللي هو بيبقى ابنورمال طبعا ديس اورجانيزد، لكن في الاخر خالص ات از بيرميابيلتي والسيستات بتتكون حواليه. عشان كده هو ايه الديفرنشال دايجنوزز بتاعت السيست ويز انهانسنج نوديول؟ السيستيك استروسايتوما، وساعات الميدالوبلاستوما بتعمل المنظر ده. ايه اللي يفرقهم؟ حاجتين اكشولي. الحاجه الاولانيه ان عاده الهيمانجيوبلاستوما بتكبر لحد ما توصل للسيرفس بتاعت السيربيلوم، وعند السايت اللي بتوصل للسيرفس فيه بتعمل شويه ديبنج ليه جوه، بتعمل له انفولدنج كده. الحاجه الشور باثوجنومونيك ساين اللي انا لو شفتها اقدر اقول ان دي والله هيمانجيوبلاستوما، ان انا الاقي سيست جوه النايدس، خلاص، which is extremely rare. يعني انت عاده بتشوف السيست with intense enhancing nodule. لكن طب ايه اللي بيخلينا نشخص الهيمانجيوبلاستوما ما اقولش انها الحاجات التانيه؟ هايل بالظبط كده، لان الهيمانجيوبلاستوما ما بتحصلش في السيربيلوم بس، هي بتحصل في اي اورجن، خلاص، فممكن اشوفها في اي اورجن وفي اورجنز كتيره قوي، خلاص. الحاجه الثانيه ان من الكومن سايتس اللي بتبقى افكتد هي الريتنا، والريتنا ليجنز ار كاركترستيك لدايجنوز. العين لما الدكتور لما بيحط المنظار كده بيشوف بوضوح الريتنا الهيمانجيوبلاستوما، عباره عن دايليتد ارتري ودايليتد فين، وهما الاثنين بيؤدوا الى حاجه مرتفعه كده في الفندس، عاده بتبقى في الفريفري بتاعه الفندس. الحته الوحيده الهيمانجيوبلاستوما بيحصل فيها كالسيفيكيشن او ايفن اوستيفيكيشن هي الريتينا. كالسيفيكيشن وايفن ساعات اوستيفيكيشن. It is a distinctive feature. ما بيحصلش في اي حته ثانيه الهيمانجيوبلاستوما انها تكالسيفاي او توستيفاي غير في الريتينا. لحسن الحظ انها دايما بعيده عن الاوبتيك ديسك، دايما في البريفري بتاعت الريتنا، وبالتالي مش بتاثر قوي على الفيجوال اكويتي. يبقى فون هيبلن داو ديزيز ده بالنسبه لي از هيمانجيوبلاستوما. انا فاكره من السيربيلم بس هفتكر ان هو بيحصل في اي حته ثانيه. خلاص؟ من الكومنس افكشن في السي ان اس هو اشهر حاجه هو السيربيلم. بس ممكن تحصل في السباين. ممكن تبقى مالتيبل في السيربيلم او بايلاترال او في السباين او في سباين والسيربيلم. اكستريملي رير انها سوبرا تنتوريال، بس ات كود هابن. افكشن اوف اذر اورجنز از فيري كاركترستيك اند دايجنوستيك للديزيز. طبعا من ضمن الاسوسيشنز في هذه السندروم ان نسبه من العيانين بتعدي الربع للتلت بيحصل لهم رينال سيل كارسينوما والفيوكروموسايتوما، وبيحصل سيستس في الديفرنت اورجنز. اتفضلي. لا، بتبقى هيمانجيوبلاستوما. هي ما عدا الرينال سيل كارسينوما والفيوكروموسايتوما ار اسوسيشنز، وفي ناس بتدخلهم تحت الانتيتي بتاعت المالتيبل اندوكراين نيوبليزيا. في انتيتي كده اسمها المن سندروم.
في من تايب 1 وتايب 2. فلما لقوا ان في اسوسيشن بين الهيمنجيوبلاستومز مع بعض الميزينكايمال تيومرز زي رينال سيل كارسينوما وفي كرونس سيروما، دخلوا الفون هيبلين داو في واحده من المين سيندرومز. ده الكاركترستيك ابييرنس بتاع المنظر اللي احنا شفناه اكيد بتاعت السيست وفيها نوديول واخده انتنس انهانسمنت، وزي ما قلت لكم عاده بتوصل للسيرفيس بتاع البرين. ده المنظر بتاع مالتيبل انترا ميدالري ليجنز، هما نفس الدايجنوزس هيمنجيوبلاستوما. الكلو هنا ايه؟ اني شايف واحده فوق في السيربيلم زيهم خلاص، واكشوالي التيومرز اللي في السباينال كورد اللي بتعمل المنظر ده، هو احنا يعني انواع التيومرز اللي بنشخصها في السباينال كورد ايه يعني الانترا ميدالري، اشهر نوعين يعني ايبندايوما واستروسايتوما، بتفرقوا بينهم ازاي يعني؟ واحده ايه اللي ايه يا فندم؟ انا محترم الاجابه بسرعه تيومر وخلاص. هو يعني ماشي عيب، مش يعني ممكن تحصل، بس هو الاستروسايتوما ليها فيتشرز في الكورد تشجعني ان انا اقولها. انا طبعا ما فيش حاجه بحلف بقى واقول والله هي كذا، لا بس بقى سجست لو التيومر از انفيلتريتنج، دي فيتشر في الاستروسايتوما صح، احنا قلنا كده الاستروسايتوما ار انفيلتريتنج تيومرز لانها على السيلز اللي هي ليها دندرايتس، فبالتالي بتنفيلتريت، وبالتالي ال ديفينيشن از ا فيتشر خلاص. الاستروسايتوما اللي عاده اللي هو اللو والمودريت جريد مش بتاخد انتنس انهانسمنت. الابندايموما ذس از ابندايمال لايننج اوف ذا سنترال كانال، وبالتالي ات از يعني في تقريبا في كل الحالات it is well defined it is enhancing homogeneously في اغلب الحالات خلاص. لكن ايه التيومر اللي هيعمل سيست ومعاها enhancing nodule؟ واحد هيقول لي يعني طب انا عايز حد يقول لي ايه انا ممكن اقلق من ايه؟ انا ممكن لو لقيت تيومر واحد كده ان انا اقلق انها ابندايموما وعامله سيرينجوميليا، لانها كتير قوي التيومرز في الكورد بتعمل يا اما بيري تيومر كافيتي يا اما انها تقفل السنترال كانال فيحصل سيلينجز. لكن لما الاقي مالتيبل ليجنز بالمنظر ده وكل واحد فيهم له نفس الديستينكت فيتشر ان هو في انتنس نوديول ومعاه سيستيك كومبوننت، اخد العيان ده صوره للبرين لازم طالما حقنته عشان اتاكد ان انا ما عنديش سيربيلر ليجنز which is much very common يعني. ايه بقى؟ انا فرحان بالصوره دي قوي. ودي الحقيقه يعني دي از ريريتي يعني خلاص؟ فان احنا نلاقي بقى انا عندي ده انا احلف بقى خلاص اقول ان العين ده عنده هيمنجيوبلاستوما، انا عندي سيستيك تيومر وعنده كومبوننت نوديولار كبيره وجواها سيستات، شايفين يا جماعه السيستات الصغيره؟ هم دول اللي بعد كده هيكبروا ويكواليس، يعني دي الرابشر ده هيرابشر وهتفتح على كبيره. وهكذا دول من الناحيه دي هيربشروا وهيفتحوا على الكبيره اتا ستيج يعني. ما حدش بيبقى يبسط الحقيقه. ازاي هنشخصها؟ لا اصل انت لو عملت اسبيريشن للسيستيك كومبوننت ات از ا بروتين ريتش فلويد مش هتلاقي فيها، ممكن ما تلاقيش فيها تيومر سيلز، بس هو العيان لما بتشك فيه بيعملوا له ايه؟ بيعملوا له انجيوجرافي. الانجيوجرافي قليل قوي البرين تيومرز اللي بتعمل بلاش، ده بتعمل انتنس بلاش، فده بيبقى فيري امبورتنت عشان الدكتور اللي داخل يعمل عمليه للعيان ده لازم يعرف هو ايه الفيدنج فيسل عشان يبقى عارف ان هو هيبقى الموضوع عايز سيستيك نعمل له انجيوجرافي. لا اي واحد يشك في هيمنجيوبلاستوما ما انا بقول لحضرتك يعني لو هي الفيتشرز بتاعتها ان انا شاكك ان دي هيمنجيوبلاستوما عنده ليجن في الريتنا عنده ليجن في اي حته ثانيه في الجسم ممكن يمشي مع الفون هيبلين داو اتز ان انديكيشن ان هو يعمل انجيوجرافي. طبعا ده منظر السيستات اللي في ديفرنت اورجنز واخده افكتنج بايلاترال كيدنيز. This is adrenal tumor في كروموسايتوما. This is a renal tumor renal cell carcinoma. دي الريتينال انجيوما اللي قلنا عليها انها كاركترستيك ليها دايليتد افرنت وافرنت فيسل بتبان كبلاش كده مرفوعه اليفيتد وساعات بيحصل فيها كالسيفيكيشن وسهل قوي انها بيحصل لها كرايوكوتري او بالليزر بتتقفل يعني.
رينال كارسينوما از ا كومنست كوز اوف ديث. شكرا يا شباب. سوري تاني على التاخير، انا اسف جدا.